انا اسمي احمد اسماعيل، هدرس لكم السنه دي او الترم دوت ماده كنترول. اهلا بيكم السنه الثالثه، فاضل لكم سنتين ان شاء الله وتخلصوا الكليه، حاجه كويسه ان شاء الله. تنبسطوا في السنه دي ثالثه ورابعه، يعني هتبتدوا تحسوا شويه، اللي هيركز فيهم هيبتدي يحس شويه بالالكتريكال انجينيرنج او التخصص بتاعنا ان جنرال يعني. كويس. دول الايميلز بتاعتي، لو حد عايز يبعت لي في اي وقت ايميل يحاول يبعت لي على الاثنين مره واحده، يعني يبعت لي ايميل واحد على الاثنين. الماده الكورس بتاعنا انا هدرس لكم الثلثين الكورس، والدكتوره حنان هتدخل في اخر اربع محاضرات او حاجه. انا متعود اكتر ان انا بدرس لناس، ده يعني بدرس لناس في بكالوريوس او بعد ما خلصوا حتى الجامعه خالص، فبالنسبه لكم انا عارف ان ده اول كورس كنترول وانا درسته السنوات اللي فاتت يعني. ف يعني في اوقات معينه بنبسط ان الناس بينبهوني يقولوا لي يا دكتور هو ده اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت اللي كانوا بيسموه ال تي اي في السيجنال اناليسيز. اقول له ايوه صح مظبوط، انتوا خدتوا الكلام ده السنه اللي فاتت وخدتوا حاجه اسمها لينير تايم انفاريان سيستم، صح ولا لا؟ احنا هنبني على السيجنال اناليسيز اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت، خدتوا لابلاس ترانسفورم وخدتوا سيجنال اناليسيز، ده اللي هنبني عليه في الكورس بتاع الكنترول. محاضره النهارده ومحاضره الاسبوع الجاي انترودكشن، بس انترودكشن مهمه وبسالكم فيها، يعني كل حاجه في الكورس انا ما بحاولش ان انا احط حاجه في الكورس حشو، ولو هي حشو هقول لكم ان انا مش هسالكم فيها. وممكن تلاقيني عملت لكم محاضره اونلاين وقلت لك ده عشان اشرح لك كذا ومش هسالك فيه، وهتلاقي عدد الناس اللي بيدخلوا قليل واي دونت مايند يعني. بس في بقيه المحاضرات بتاعتنا، بقيه المحاضرات بتاعتنا انا مش بحط حاجات حشو ومش بحط حاجات حتى ماثيماتكس جاست فور ذا فن اوف ماثيماتكس. بالعكس، انتوا في الماثيماتكس هتبقوا اشطر مني، هتبقوا اشطر مني فعلا، انتوا ايديكم المفروض في الحاجات دي اكتر. طيب ده الكورس ماتيريال، دول ثلاث كتب اللي هشتغل منهم بالذات اول كتاب، والثلاث كتب دول موجودين عندي بي دي اف وهديهم لكم. تمام. الفايده الرئيسيه بتاعتهم انك هتلاقي فيها سولفد اكزامبلز كتير قوي، هتلاقي في كل حاجه انا بشرحها ممكن تلاقي سولفد اكزامبلز في كل واحد من دول. الكتاب الرئيسي يعني بتاع الكورس دوت اللي موجود في كل الجامعات وكل الناس بتشتغل منه هو الكتاب بتاع نايس ده اللي هو اسمه كنترول سيستمز انجينيرنج. طيب المحاضره بتاعتنا متقسمه ثلاث اجزاء، اول حاجه خالص هنبدا بيها اللي هي الفيدباك لوب، بعد كده هنتكلم يعني ايه كنترول، وبعدين شويه كلام بقى على الماثيماتكس. طبعا ده الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، الاسبوع ده والاسبوع الجاي. فهنبدا باول حاجه الكور بتاع الكنترول. الكور بتاع الكنترول هو حاجه اسمها فيدباك لوب. يعني مهندسين الكنترول القسم بتاعنا، القسم بتاعنا الناس اللي بتتخرج منه، الناس اللي بتتخرج من القسم بتاعنا اللي هو اسمه اتصالات والكترونيات، عشان بعد شويه هنبتدي الديبيت هو اسمه كده ولا حاجه تانية. القسم بتاعنا الناس اللي بتتخرج منه بتشتغل في خمس تخصصات. ايه الخمس تخصصات دول؟ طبعا الكترونكس وكوميونيكيشنز وكمبيوتر، نفس الكلام بنتخرج بنشتغل في الفيلد بتاع الكمبيوتر عادي خالص. في كمان غير الثلاثه دول؟ في ويفز وكنترول. الكنترول الويفز ماشي، انتوا خدتوا السنه اللي فاتت فيلدز مش كده؟ فالفيلدز هي قريبه قوي للويفز، ما اعتقدش حد حب الفيلدز. حد حب الفيلدز؟ مين درسها لكم اصلا؟ مين درسها لكم يا شباب؟ محمد يوسف ولا محمد؟ محمد علاء. ماشي كويس. الفيلز لما انا كنت مكانكم، لما انا كنت مكانكم الفيلز دي كانت ماده يعني صعبه جدا بالنسبه لنا، وكان بيدرسها لنا دكتور صعب جدا، كان يجيب لنا في الامتحانات مسائل ما حدش يعرف يحلها، فنروح نساله يقول لك اه هي مساله ما حدش يعرف يحلها. طب ليه يا دكتور؟ يقول لك دي educational problem. يعني ايه educational problem ده؟ وانا داخل اتعلم في الامتحان anyway يعني. المهم للاسف انا بقيت لما احط امتحانات الطلبه يجي يقولوا لي المساله دي صعبه قوي، ابتدي ابص فيها الاقيها فعلا كانت صعبه قوي، افتكر الراجل، فبس ما بقولهمش educational problem، افتكر الراجل ده. طيب الفيدباك لوب، احنا قلت لكم ان عندنا خمس تخصصات في القسم الناس بتشتغل فيها. التخصص بتاع الكنترول ده اغربهم. ليه اغربهم؟ محدش فاهم ايه كنترول ده، انتوا غالبا ما شفتش مهندس بيشتغل كنترول قبل كده. انت متخيل الكوميونيكيشنز، متخيل الالكترونكس، متخيل يعني ايه كمبيوتر،
لكن كنترول بيشتغل كنترول ايه كنترول، والكنترول زي الاوتوميشن يعني هو بيشتغل في الفيلد اللي اسمه اوتوميشن. طب ايه الاوتوميشن؟ فانا هدخل على طول في البلك او في الكور بتاع الكنترول. الكور بتاع الكنترول هو ايه؟ هو الفيدباك لوب. ايه بقى الفيدباك لوب دي؟ هاخد كذا اكزامبل لفيدباك لوب، هنقعد 6 أو 5 اكزامبلز ورا بعض الفيدباك لوب، وعايزين لما نغطي الاكزامبلز دي نطلع منهم بالمفاهيم دي، يبقى فهمت يعني ايه بروسيس، ابقى فهمت يعني ايه ستاتيك وديناميك، ابقى فهمت يعني ايه فيدباك لوب. الكلام ده كله اكون فهمته كويس قوي لدرجه ان انا لما اجي اسالك عليه بعد كده ما تقعدش تقول، وهسالك بعد كده وهسالك، وبيجي اسئله في الامتحان الفاينل اقول للناس الكنترولر مانيوال هات لي كذا والكنترولر اوتوماتيك، حاجه في اول محاضره هات لي كذا، والناس ترد مش عارفين مش عارفين ايه يعني ايه مانيوال اوتوماتيك، واحنا قاعدين دلوقتي والبوث هو الاكزامبل زي الناس بتهز راسها كده فاهمين طب في الفاينل لما اقول لك الكنترولر اتقلب مانيوال خلاص، ما احنا الكونسبت ده عايزين نغطي الكونسبت دي دلوقتي في السلايدز اللي جايه. كويس، هنبدا باول اكزامبل. اول اكزامبل للفيدباك لوب ما هوش بيتكلم على الفيدباك لوب، بيتكلم على الكور او الهارت بتاع الفيدباك لوب. ايه الهارت بتاع الفيدباك لوب؟ حاجه بنسميها البروسيس، حاجه بنسميها البروسيس، ودي المشكله بتاعت الكنترول. ايه المشكله بتاعت الكنترول؟ انا عندي بروسيس، والبروسيس دي انا نفسي تبيهيف بطريقه معينه. البروسيس دي في الاكزامبل ده، تعال ناخد الاكزامبل ده الاول وبعدين نكمل. في البروسيس دي في الاكزامبل ده حضرتك صحيت الصبح قررت ان انت تاخد شاور، قررت ان انت تاخد شاور، قررت انك تستحمى الصبح اول حاجه. كويس، فدخلت الحمام ورحت فاتح الحنفيه. لما فتحت الحنفيه ده بيسموه فالف بوزيشن، انت فتحت الحنفيه لفتها شويه 30% مثلا، ماشي، فتحت الحنفيه 30%. كويس قوي، ادي سيجنال اجينست تايم، ماشي اهي 30% اهي. كويس، طيب الفلو بقى بيرخ على دماغك ميه، حلو قوي. الفلو ده ممكن اعبر عنه بسيجنال، ماشي اهو سيجنال اجينست تايم اهو. طيب ايه اللي انا رسمه تحت ده؟ حاجه اسمها ابستريم بريشر. يعني ايه ابستريم بريشر؟ ده البريشر بتاع الميه في المواسير، المواسير اللي فوق اللي بتطلع الميه ليك او اللي بتنزل الميه ليك. مثلا اعتبر عندك خزان في العماره، فالمواسير اللي الميه نازله فيها ده البريشر اللي فيها. كويس قوي، فانت مستمتع جدا بالشاور وكل حاجه تمام، بعدين ايه اللي حصل؟ كل سكان العماره في الادوار اللي فوقيك اتفقوا ان هم ياخدوا شاور في اللحظه دي، بيغلسوا عليك وانت في وسط الشاور، هم كلهم اتفقوا الساعه دلوقتي كذا افتح، فراح كلهم عملوا ايه؟ فتحوا الحنفيات في الادوار اللي فوقيك. يحصل ايه؟ البريشر في الماسوره هيقل، كلام بسيط قوي، البريشر بتاع الميه في الماسوره هيقل. البريشر لما يقل ايه اللي يحصل؟ انت لسه فاتح الفالف نفس الفتحه، انت ما غيرتش حاجه، يقوم الفلو بتاعك يقل لنفس الفتحه الفالف اللي انت فاتحها. كويس، الفلو بتاعك قل شويه، هتحسوا بالكلام ده ولا لا؟ انا هحس طبعا، انا هبقى قاعد في وسط الشاور الاقي الميه قلت. الميه قلت ليه؟ عشان حصل حاجه. اي دونت كير باقي الحاجه، بس انا لازم يعني افكر ان انا محتاج اخلص من الشاور ده، مش هينقط عليا. ايه الحاجه اللي حصلت؟ انت ما تعرفش ان كل السكان اللي فوقيك اتفقوا عليك، او ممكن تكون الميه قربت تقطع من المصلحه بتاعت الميه ولا واتيفر شركه الميه، فانت هتعمل ايه وقتها؟ هتفتح الفالف شويه، مش تطلع تخري مع السكان، مش هتقول لهم لا لو سمحت ده وقت الشاور بتاعي، هتفتح الفالف شويه. فهتيجي على الفالف بوزيشن تعمل ايه؟ تفتح الفالف شويه اهو، فتحت الفالف شويه، يوم يحصل ايه؟ البريشر يرجع، الفلو يرجع يزيد تاني. كويس، وتبقى انت قاعد مستمتع بالشاور وعمال تغني في الحمام وكل حاجه. عظيم قوي، ايه ده؟ ايه اللي انا رسمته ده؟ اللي انا حطيته ده هنا السيجنالز دي بتعبر عن بروسيس. البروسيس دي ايه؟ يعني ايه البروسيس في الاكزامبل ده؟ حضرتك عمليه الحموم بتاع سيادتك هي البروسيس. طب عظيم، البروسيس دي ممكن اعبر عنها ببوكس. في الكنترول بنحب قوي نحط بوكسز كده. الكنترول التخصص بتاعنا ده نحب نحط بوكسز كده كويس، ونكتب عليها بروسيس، ودي بالذات اسمها الفلو بروسيس. يعني ايه فلو بروسيس؟ يعني الفاريبل المهم بالنسبه لي هو الفلو. الفاريبل المهم ده اللي هو ايه؟
اللي هو بيعبر عن الفلو بتاع المية كويس against التايم اللي هو مهم بالنسبة لي. ليه؟ لان ده وانا بستحمى ده اللي يهمني. لو جامد قوي هتضايق ولو قليل قوي هتضايق، فانا نفسي يكون يعني ايه فرنج كده حلو كده عظيم. فده بنسميه الكنترولد فاريابل او البروسيس فاريابل، نختصره ساعات بي في او سي في. تمام. طبعا هديكم السلايدز بعد المحاضرة. هديك كل حاجة، هديك كل حاجة هتبقى معاكم يعني. فالفاريابل ده هنا بنسميه البروسيس فاريابل ونختصره كتير او بي في، او تلاقي كتب بنختصره سي في. سي في اختصار ايه؟ كنترول فاريابل. عظيم كويس. ده البوكس اللي اسمه الفلو بروسيس. هنا بيعبر عن ايه تاني؟ بيعبر عن بروسيس مهمه بالنسبه لي اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا الفلو بتاع الميه. ماشي. بعد شويه هنبتدي ناخد بروسيس ثانيه. كويس. قبل ما اكمل انا حاطط هنا تو انبوتس من وجهه نظر الكنترول. البوكس ده هو اللي انا محتاجه علشان افكر كمهندس كنترول. ايه التو انبوتس اللي موجودين هنا يعني؟ واحد منهم اللي هو الفالف بوزيشن، والتاني اللي هو الابستريم بريشر. بس واحد فيهم في اختلاف بالاثنين ولا لا في الطبيعه بينهم؟ الفالف بوزيشن ده ماله؟ انا بغيره صح. فبنسميه ايه؟ بنسميه مانيبيوليتد فاريبل. بنسميه مانيبيوليتد. يعني ايه مانيبيوليتد فاريبل؟ يعني يو كان تشينج، يو كان انفلوينس. ده الدريكسيون بتاعي، ده الحنفيه بتاعتي، فاي كان تشينج. ده الفالف بوزيشن بتاعي، فبنسميه مانيبيوليتد فاريبل. عظيم. الفاريبل الثاني اللي هو الابستريم بريشر، ده بالنسبه لي حاجه انا اقدر اغيرها. طب خلاص ملوش لازمه، ممكن اركنه؟ لا للاسف، ما هو بيدخل معايا هنا في توصيف البروسيس. ليه بيدخل معايا؟ عشان احنا شفنا اهو انه لما بيتغير غصب عني بيتغير. لما بيتغير ايه اللي بيحصل في البي في بتاعي؟ بيتغير. يعني لو قلت لي خلاص انا مش عايز اوجع دماغي بده واكتفي ان هو انبوت واحد، خلاص اقول لك ماشي، بس ازاي تفسر ان فجاه ده بيحصل؟ وي هاف تو اكسبت ان في حاجه اسمها ديستربنس او لود. فالفاريبل الفاريبلز اللي بتاثر على البي في، اللي بتاثر على البروسيس فاريبل وانا مش بمانيبيوليت، بنسميها ديستربنس او لود تشينج. بنسميه ديستربنس او لود تشينج. هل الديستربنس ده لازم يكون واحد؟ لا مش لازم، ممكن يبقى عندي كذا ديستربنس، كذا لود بياكت على البروسيس. كويس. في السلايد ديت عرفنا مفهوم يعني ايه ايه؟ يعني ايه بروسيس؟ البروسيس هي الحاجه اللي انا عايز اعمل كنترول عليها. وليه انا عايز اعمل كنترول على دي؟ علشان مش عايز اقف في الشاور ساعه. يعني لو انا واقف كده، لو انا واقف والميه عماله بتقل وبعدين الميه بتزيد والميه بتقل والميه بتزيد، هزهق. انا على الاقل نفسي الميه تبقى كونسيستنت، فانا نفسي في حد ايه؟ او بضطر اعملها بنفسي، كل شويه افتح الحنفيه، اقفل الحنفيه، افتح الحنفيه. لو البريشر بيتغير عشان احافظ على الفلو على الميه على راسي في نفس الرينج. كويس. عظيم. فالمشكله مش المشكله، البروسيس ان جنرال بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما اوبريشن يا اما بيس اوف ماشينري. يعني البروسيس دي اللي هي حاجه غريبه علينا شويه كمهندسين كوميونيكيشنز، بتبقى عباره عن حاجه من اتنين، يا اوبريشن، فهنا عباره عن اوبريشن ان انا بستحمى، او اوبريشن ان انت واقف تحت الميه تاخد دش، فدي اوبريشن. كويس. ممكن تكون ايه تاني؟ ممكن تكون بيس اوف ماشينري. زي ايه؟ زي درون. الطياره الدرون دي الارماند اللي بتطير دي عباره عن بيس اوف ماشينري محتاجه عليها كنترول في يوم من الايام، وهنتكلم فيها بعد شويه. تمام. فممكن تكون اوبريشن او بيس اوف ماشينري. فاحنا عرفنا رفلي دلوقتي يعني ايه بروسيس. طب كويس، البروسيس كمان دلوقتي في سيجنالز اسوشيتد بيها، وفي فرق بين السيجنال والبروسيس. السيجنال دي حاجه اجينست تايم، حاجه بتتغير مع التايم. البروسيس از ا بيس اوف ماشينري. تمام. يعني بلك كده او تانك دي ميه. ماشي. هقول لك ارسم لي التانك اجينست تايم،
يعني يرسم التانك، هو التانك هيتحرك لكن السيجنال الفاليو بتاعتها بتتغير مع التايم. طب ايه السيجنالز اللي اسوشيتد مع البروسيس سو فار؟ بروسيس فاريبل، مانيبيوليتد فاريبل، وايه كمان؟ واللود او الديستربنس. ثلاثه سيجنالز واللود اتفقنا انه ماله، انه ممكن يبقى اكتر من لود. ديستربنس واحد، ديستربنس اثنين، ديستربنس ثلاثه. كويس قوي، عظيم. طيب في حاجه ثانيه في السلايد دي مهمه قوي جدا. بص على الصوره دي. لما حضرتك فتحت الفالف، بص انت فتحت الفالف ازاي. انت فتحت الفالف، مسكت الحنفيه ورحت عامل كده، فالفاليو بتاعت فتحه الفالف اتغيرت مثلا من 30% مثلا ل 60%. It looks like signal انتوا درستوها اسمها ستيب. كويس صح. بص على الفلو، الفلو ما زادش انستانتينيوس صح، مش نفس الشكل ده. الفلو زاد مع التايم. ده اسمه دايناميك ريسبونس. ده طبيعه لكل البروسيس اللي في الدنيا. بمعنى تاني ان ان ده ما هوش ستاتيك ريسبونس. لو ده ستاتيك ريسبونس كنا عملنا ايه؟ كنا رسمنا نفس المنظر ده ملتبلايد في جين او ماينس فاليو، مش مشكله. ده حضرتك فتحت 20% تقول لي اه ده بيفتح 5% يبقى اضرب في ربع، بس ما هوش ستاتيك. لا دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني التايم بيدخل معايا فاكتور، يعني الريسبونس بتاع البي في بتاعي كويس ما هواش ملتبلاير في المانيبيوليتد فاريبل. ده بيدخل معايا التايم فاكتور. يعني ايه بيدخل معايا التايم فاكتور؟ يعني اي كان نوت ديسكرايب البروسيس دي بستاتيك ايكويشن. ما ينفعش اقول لك ان واي بتساوي اكس. لو دي سميتها واي وسميت دي اكس، ما ينفعش اقول لك واي بتساوي نص اكس. دي الجبرايك ايكويشن، دي ستاتيك ايكويشن. ضيعنا سنين من عمرنا عشان نقعد ندرس الستاتيك ايكويشن سواء لينير او نون لينير ونقعد نحلها. لكن دلوقتي هنتكلم على نوع ايه من الايكويشنز؟ ديفرنشال ايكويشنز. ليه ديفرنشال ايكويشن؟ ما عنديش حل تاني. علشان التايم، علشان الطبيعه دي. لما حضرتك بتفتح الفالف الفلو بيزيد، ولو جيت قلت لك الفلو هيزيد قد ايه لما تفتح الفالف، هتقول هترد عليا تقول لي امتى؟ قصدك هيزيد امتى؟ قد ايه؟ ما هو بعد ثانيه غير بعد ثانيتين، غير بعد ثلاثه، غير بعد اربع خمس ثواني، غير لما اوصل ستيدي ستيت. تمام. التايم بلايز ا فاكتور، وده اللي بيعبر عنه حاجه اسمها دايناميك ريسبونس. وده عشان كده درسته سنين ديفرنشال ايكويشنز. انا دلوقتي محتاج الديفرنشال ايكويشنز دي كويس في شغل اسمه كنترول. فاحنا كده عرفنا يعني ايه ستاتيك ودايناميك، عرفنا يعني ايه بروسيس. بس اول تو بوليتس هنا، عظيم. كويس، في حد عنده اسئله في السلايد دي قبل ما اكمل؟ لو حد من الناس اللي ورا مش سامع او الصوره مش واضحه، في اماكن قدام، في مكان هنا قدام، في مكان هنا. لو حد عايز ورا خالص مش شايف كويس ممكن يطلع قدام هنا، في مكان جنب الباشمهندس، جنب الباشمهندس هنا في الممر برضه. طيب بتعامل معاه يعني ايه؟ لا خد بالك، الباشمهندس بيسالني بيقول لي الفالف بوزيشن، انا بتعامل معاه على انه ستاتيك. ستاتيك وديناميك دي بيوصفوا ايه؟ بيوصفوا البروسيس وليس السيجنال. كلمه سيجنال معناها حاجه ماشيه مع التايم صح؟ It is by default المفروض تكون ايه؟ بتتغير مع التايم. Unless بقى ان احنا ايه؟ اتفقنا انها كونستنت. لكن الفالف بوزيشن ويل نيفر بي كونستنت، اللود ويل نيفر بي كونستنت. لو كونستنت هعمل ايه؟ هخرجه بره المعادله خلاص، يعني هخرجه بره حساباتي، مش اي دونت نيد تو وري اباوت ات يعني. فسؤالك تمام، استاتيك ودايناميك ده بيوصفوا لي البروسيس بتاعتي، واتفقنا انها لازم تكون دايناميك. البروسيس في الاندستري عندنا وفي الكنترول دايما بتكون دايناميك. ما عنديش حاجه اسمها ستاتيك، ما عنديش حاجه في الكنترول سويتش ادوس عليه كده الكهرباء تيجي، افتح النور فجاه. ما عنديش الكلام ده في الكنترول، ما فيش حاجه كده. انا كل حاجه السبجكت تو تايم ريسبونس. اوكي، اللي انت شايفه هنا دي سيجنالز
فالسيجنالز لازم تكون بتتغير مع التايم، unless ان احنا اتفقنا وقلت لك ان الحاجه دي خلاص دي كونستنت، الحاجه دي خلاص كونستنت اي دونت كير اباوت ات. يعني كويس قوي. اول فيدباك لوب هناخدها، اول فيدباك لوب هناخدها هي 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 العربيه، هي عمليه السواقه. هناخد بروسيس هنا اللي هي احنا اتفقنا بروسيس ممكن تكون ايه، اوبريشن او بيس اوف ايه ماشينري. هنا ممكن تعتبر البروسيس ايه، عمليه السواقه او العربيه، البيس اوف ماشينري اللي هي العربيه. كويس قوي. طيب انا هنا سايق دلوقتي، وانا سايق كونستنتلي بعمل ايه، على طول بعمل ايه، وانا سايق على طول بعمل عينيا بتشوف الطريق كويس، وببص بقارن بينه وبين الدايركشن انا عايز امشي فيه، اللي هو المفروض يعني ان شاء الله نص الليل، مش في مصر دايما بيمشي في نص الليل بس يعني، فالمفروض ان انا اقارن الدايركشن الاكشوال بتاعي بالديزاير دايركشن وابتدي اظبط الدايركسيون. طب تعال ركز على البروسيس دلوقتي، البروسيس ايه البروسيس فاريبل المهم في الاكزامبل ده، كان البروسيس بتاعتي الحاجه المهمه هي الفلو اللي نازل على دماغي. هنا وانا سايق العربيه البروسيس بتاعتي الفاريبل المهم ايه؟ الدايركشن اوف ترافل. كويس قوي. طب انا كبني ادم بقى بعمل ايه؟ انا كبني ادم بعمل ايه؟ انا بظبط الدريكسيون علشان اوصل لايه؟ عشان اوصل ان الاكشوال دايركشن ده يكون زي الديزاير دايركشن. طيب تعالوا نبص على دي. انا بقول ان دي عباره عن فيدباك لوب، عباره عن لوب، وده اللوب بتاعتي. هرجع تاني للصوره بتاعت الايه ال اوكي ماشي، في حاجه. طيب انا بقول انها لوب، تعال نشوف اللوب دي بتعمل ايه. واحد بني ادم على طول عمال بيميجر يعني ايه، بيبص على الطريق على طول مع التايم، مفيش حاجه اسمها مثلا ايه انا هاخد بريك، هاخد بريك انا سايق بس هغمض عينيا لمده نص ساعه، ما ينفعش. انت لازم على طول بتميجر اول ذا تايم، فمعناها ان انت عندك حاجه اسمها سنسور. السنسور ده اللي هو ايه، اللي هو عينيك، تمام. ده اول كومبوننت في اللوب بعد البروسيس بنتكلم عليها دلوقتي. اتكلمنا على البروسيس، الكومبوننت الثانيه اسمها ايه؟ السنسور. سنسور في الصوره دي هو ايه؟ هو عينيك. كويس. بعد ده السنسور عظيم، السنسور بيعمل ايه؟ بيقيس الاكشوال دايركشن اوف ترافل، بيقول لك انت يمين ولا شمال ولا مظبوط. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بتقارنه في عقلك بايه؟ خد بالك، بتقارنه في عقلك، صح كده؟ في عقلك ده يعتبر هو ايه؟ هو الانتليجنس بتاع اللوب، هو الكنترولر اللي في اللوب. فانت بتقارنه بعقلك اللي هو الكنترولر، ادي كومبوننت ثالثه لللوب، بحاجه اسمها الديزاير دايركشن اوف ترافل. ثلاث كلمات، لا احنا عايزين كلمه واحده، فبيسموه كلمه واحده اسمها سيت بوينت. الكنترول يسموها سيت بوينت، انت بتقارنه بعقلك بايه؟ ساعات يسموه في الكتب اللي مالفينها ناس بتوع ماثيماتكس يسموه ريفرنس تراجكتوري، قصه طويله، يسموه في كتب الكنترول سيت بوينت. فانا بعقلي بقارنها بالايه؟ بالست بوينت. ايه الست بوينت؟ اللي هو انا عايز اروح فين. هل الست بوينت دي ثابته ولا بتتغير؟ بتتغير طبعا. اتيز ا سيجنال، ممكن تتغير، الطريق ممكن يلف، انا ممكن احود طبيعي يعني، انا مش همشي خط مستقيم على طول، لا ممكن الف، ممكن احود، ممكن الطريق نفسه يكون بيلف. كويس قوي. طيب ادي عرفنا بروسيس، سنسور، كنترولر، فاضل حاجه رابعه، في كومبوننت رابعه. انا فكرت وخدت القرار بعمل ايه؟ لازم انفذ. ينفع اكتفي بكده؟ لا، لازم امد ايدي على الدريكسيون واحرك حاجه، صح؟ الدريكسيون ده اللي هو انا ماسكه ده وبحرك بيه بنسميه ايه؟ بنسميه اكتيويتور او فاينل كنترول اليمنت. بنسميه اكتيويتور. يعني ايه اكتيويتور؟ الحاجه اللي انت يو اكتيويتد، الحاجه اللي انت تقدر تحركها. وما بحبش حد يجي يقول لي اللي بتحكم فيها. ليه ما بحبش حد يجي يقول لي بتحكم فيها؟ عشان في الاخر كنترول بيترجموه تحكم، فانا بقول ان انا بتحكم في البي في، الهدف بتاعي ان انا كنترول البي في. امال الدريكسيون ايه؟ اي مانيبيوليتد،
ده الاكتيويتور بتاعي. تمام؟ فادي اللوب، ادي الفيدباك لوب بتاعي. عندي العربيه، عندي العربيه اهي، ده البروسيس، والبي في بتاعي او البروسيس فاريبل هو ايه؟ دي اول فيدباك لوب. احنا هنقعد كده 6 لوبس لغايه ما المحاضره تخلص غالبا. يعني البروسيس فاريبل هو الاكشوال كورس اوف ترافل، الاكشوال دايركشن اوف ترافل. بعدين السنسور عينيا، عينيا بتقارنه بالسيت بوينت. السيت بوينت في الحاله دي بالذات اسمها ايه؟ الديزايرد كورس اوف ترافل. كويس، بيتقارن فين؟ في السواق عقلي. وبعدين باخد اكشن، لازم اخد اكشن. اخد اكشن فين بقى؟ بعمل ايه؟ بابلاي الكلام ده على ايه؟ على الدريكسيون. الدريكسيون هو الاكتيويتور بتاعي. كويس، عظيم. طيب ده الدريكسيون، ده الاكتيويتور بتاعي. عايز ارجع اي فيدباك لوب، اي فيدباك لوب فيه اربعه كومبوننتس. الاربعه كومبوننتس في اللوب دي انا قلتهم لكم. كويس، في اللوبس اللي بعد كده هبتدي اسالك اقول لك بقى ايه الكومبوننتس. الاربعه كومبوننتس اللي في اللوب هنا ايه؟ ايه الاربعه كومبوننتس اللي في اي لوب؟ البروسيس، سنسور، الكنترولر، والاكتيويتور. واضحين الاربع مربعات دول. وبتوع الكنترول بيحبوا قوي المربعات، بيحب قوي كل حاجه بلوك دياجرام. لغايه اخر السنه هنقعد نرسم بلوك دياجرامز كده. طيب بالاضافه لكده، بالاضافه للاوبجكتس او المربعات دي، في سيجنالز. ايه السيجنالز اللي بتتغير مع التايم؟ كويس، ما ينفعش اقول لك بلوت الدريكسيون اجينست تايم. الدريكسيون ده الاكتيويتور، انت ما هتعديت بلوت. لكن في فاريبل ممكن تبلوت اجينست تايم. في اربعه فاريبلز في اللوب دي. ايه الاربعه فاريبلز؟ البي في، البي في ممكن ابلوت اجينست تايم. تمام، السنسور، مش السنسور، السيت بوينت اسف، ابلوت اجينست تايم. ايه كمان؟ المانيبيوليتد فاريبل. ايه المانيبيوليتد فاريبل في البروسيس؟ اتفقنا المانيبيوليتد فاريبل حاجه انا بغيرها علشان انفلونس البي في. ايه اللي انا بغيره؟ ما هواش الدريكسيون. الدريكسيون از نوت ا فاريبل. كان يو بلوت الدريكسيون اجينست تايم؟ لا، هترسم لي دريكسيون 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 دريكسيون. انا عايز ايه الفاريبل؟ الانجل بتاع الدريكسيون. الدريكسيون 10 ديجريز، 20 ديجريز، 30 ديجريز، او ماينس 30 ديجريز ممكن. تمام، ده المانيبيوليتد فاريبل. كويس، يبقى كده ده انا عرفت ايه الاربعه فاريبلز بتوعي. الاربعه فاريبلز بتوعي، واحد، اثنين، الفاريبل الثاني اللي هو المانيبيوليتد فاريبل اللي هو هنا. كويس، هيجي في الصوره بعد كده. لكن في فاريبل رابع اتكلمنا عليه قبل كده وما اتكلمتش عليه، اللود. في حاجه ممكن تاثر عليا وانا سايق وانا مثبت الدريكسيون، مثبت الدريكسيون اهو ده الاثنين، وانا سايق كده ممكن العربيه تغير اتجاهها. لود ممكن طبعا، ديستربنس. زي ايه؟ زي ايه؟ عربيه تيجي تخبطك، ده اكستريم قوي بس ماشي، لان انت وقتها مصيبه، انت مش هتكمل في عربيه تخبطني، مش هكمل سواقه عادي خالص وانا مبتسم، هنقف وبالك. لكن انا بتكلم ان البي في بتاعي هيبتدي ديفييت، هيبتدي ديفييت وانا مضطر اخد اكشن. الهواء لو في عاصفه جامده هلاقي العربيه بتحدف، ممكن اكون انا مش حاسس بالهواء، انا ممكن اكون قافل الشباك ومش حاسس بالهواء. صح. ايه كمان؟ لو حجر في الطريق، مطب في الطريق. كويس، لو مطب في الطريق برضو ممكن العربيه حدفت. بدليل ايه؟ بدليل ان انا ما ينفعش اسيب ايديا من على الدريكسيون واقول خلاص انا ظبطت الدايركشن بتاعي، يلا بقى اتفرج على الماتش. خلاص انا ظبطت الدايركشن بتاعي. حتى لو ما فيش حد في الطريق خالص. اول حاجه الهواء، ثاني حاجه ايه؟ ثاني حاجه مطبات في الطريق، ثالث حاجه ايه؟ العربيه نفسها. العربيه نفسها مش ممكن بعد شويه، مش ممكن بعد شويه يحصل فيها وير للعجل او وير للتروس ولا وات ايفر، فيحصل ايه؟ تلاقي العربيه بدات تحدف شويه. كويس، ده الاكزامبلز. ده مش اكزامبل واحد، دول ثلاثه اكزامبل لللودز. باجي في الامتحان اديك لوب ثانيه خالص واقول لك قول لي الفاريبلز، كلاسيفاي الفاريبلز. الفاريبل ده لود ولا لود ولا بروسيس فاريبل ولا سيت بوينت، وبعدين احط لهم كولوم كده واسميه انسيجنيفيكانت. الاقي الناس اللي هو ايه انسيجنيفيكانت؟
ايه انسيجنيفيكنت ده ما خدناهوش ده. ما حاجه من يعني درجه الحراره بره تاثر على اللون دي. لو جيت قلت لك درجه لو جيت حطيت لك دي في الامتحان كده وقلت لك درجه الحراره بره وايه وها كلاسيفاي الفاريبل اللي اسمه درجه الحراره بره، هل ده بروسيس فاريبل ولا لود ولا سيت بوينت ولا مانيبيوليتد فاريبل ولا انسيجنيفيكنت؟ لا الناس انسيجنيفيكنت ما هو ملوش علاقه يعني، مش هياثر على اللوب بتاعتي، مش هياثر عليا وانا سايق. لو الدنيا برد او الدنيا بقت حر وانا سايق مش هتخلي العربيه تحتف. كويس، احنا بقى دلوقتي في سيتويشن حلوه قوي، ان انا همسك ده وجنرالايز. يعني ايه جنرالايز؟ يعني ايه جنرالايز؟ ارسم بقى البلوك دياجرام اللي هيعيش معانا سنتين في الكليه للفيدباك لوب. اهي نفس الصوره دي اي ويل جنرالايز. يعني ايه جنرالايز؟ هنسى بقى ان دي عربيه، وهنسى ان ده عينيا، وهنسى ان ده سواق، واقول في بروسيس، والبروسيس بتاعتي محتاجه سنسور، وساعات يسمي السنسور ده في الاندستري ترانسميتر، وهنعرف ليه سموه ترانسميتر بعد شويه، عشان بيطلع الكتريك سيجنال بس، يعني انه سموه ترانسميتر عشان بيطلع الكتريك سيجنال. لكن anyway السنسور اللي هو كان في الاكزامبل كان عينيا، تمام، بعدين بيدخل على الكنترولر، الكنترولر بيقارنه بالسيت بوينت، والكنترولر بيطلع المانيبيوليتد فاريبل وبيأكت على الاكتويتر اللي هو الفاينل كنترول اليمنت، وبعدين الاكتويتر بيغير في البروسيس عشان البي في يتغير. خلي النور اللي ورا احسن كده، احسن كده احسن ولا اوحش؟ طيب ماشي يا جماعه. اللوب دي انا دلوقتي عايز ارجع تاني لموضوع دايناميك وستاتيك. اولا فيها اربعه كومبوننتس، اي لوب فيها اربعه كومبوننتس اللي هم الاربع مربعات اللي قدامنا دول، كويس قوي. في اربعه سيجنالز مهمين جدا اللي هم ايه؟ اللي هم اللود والبروسيس فاريبل المانيبيوليتد فاريبل والسيت بوينت. يو كان بلوت اجينست تايم، وهنبلوت اجينست تايم سوا دلوقتي، وهديكوا اساينمنت بعد المحاضره الجايه ان شاء الله على سيميليشن قريبه جدا للي بيعملوه في الاندستري، برضو فيها فاريبلز اجينست تايم اللي هم البي في والمانيبيوليتد فاريبل والسيت بوينت. في سؤال كده في دماغي، هل وانا سايق لو لقيت العربيه بتحدف يمين شويه، انا ككنترولر دلوقتي دو اي نيد تو انالايز ليه العربيه بتحدف يمين؟ مش بقعد احسب بقول ده الهواء يمكن، ولا في مطب، ولا يمكن العربيه، هل دو اي نيد تو وري اباوت الكلام ده؟ اول اي نيد ان انا اعمله ايه؟ ان انا اخد اكشن عشان ارجع البي في للسيت بوينت. ده بالظبط للكنترولر في الاندستري، ده بالظبط للفيدباك كنترولر، الفيدباك كنترولر في الاندستري بيحاول يعمله. بمعنى تاني يعني انا عايز اقول ايه؟ انا مش شايف اللود، I don't need to worry على اللود. اللود ده ممكن يكون طوبة في الأرض، ممكن يكون حاجة تانية خالص، مش مهم. المهم إن أنا باصص عينيا على البي في. البي في زاد، آخد أكشن. البي في قل، آخد أكشن. البي في على السيت بوينت، حلو قوي، خلينا كده. كويس. دلوقتي دايناميك ولا ستاتيك؟ البروسيس دايناميك ولا ستاتيك؟ دايناميك. يعني إيه دايناميك؟ تتوصف بالجبرايك إيكويشن، واي بتساوي 2 اكس زائد 5، ولا تتوصف بالديفرنشال ايكويشن؟ ديفرنشال ايكويشن تايم از ا فاكتور. طب ادي ده يا سيدي عباره عن دايناميك سيستم. كلمه سيستم في الكنترول كلمه سخيفه جدا. لما كنت انا ادكم كنت بكره كلمه سيستم دي، كنت بحس ان كل شويه يقول لي سيستم، ايه يخرب بيت السيستم اللي هو كل شويه كلمه سيستم. كلمة سيستم دي اختصار لإيه؟ الديناميك سيستم. هو مش كل حاجة هقعد أقول ديناميك سيستم، ديناميك سيستم خلاص بقول سيستم وخلاص. فأول حاجة تنطبق عليها إنها ديناميك سيستم هي إيه؟ هي البروسيس. اتفقنا إن البروسيس هي ديناميك سيستم عشان بتتوصف بديفرنشال إيكويشن، عشان التايم بلايز أفاكتور في الريسبونس بتاعها. لما بغير سواء في اللود او في المانيبيوليتد فاريبل، البروب بي في مش بيرسبوند انستنتينيوسلي، تمام؟ كويس قوي. ادي دايناميك سيستم. طب يا ترى
السنسور إذا دايناميك سيستم ولا ستاتيك سيستم؟ يا ترى الترمومتر لما بتقيس درجة حرارتك بتحطه في بقك وتطلعه على طول وتبص ولا بتستنى شوية؟ شوية قد إيه؟ ممكن يكونوا قد إيه؟ دقيقة مثلا؟ كويس؟ ممكن يكون في ترمومتر أسرع شوية بيقيس مثلا في 5 ثواني؟ ماشي، ستيل 5 ثواني. This is time. كويس؟ It is not instantaneous. صح؟ فبالتالي أي سنسور it needs some time to respond. وبالتالي it is a dynamic system. طب فاضل إيه؟ الأكتويتر. هل الأكتويتر لما بأبلاي عليه بيتحرك instantaneous؟ يعني بمعنى تاني حضرتك بتفتح الحنفية أو بتحرك الدريكسيون الأنجل بتاعت العجل بتتغير instantaneous؟ برضو لا، في شوية factor of time. طبيعي طبيعي إن الأكتويتر ده هيكون سريع، يعني مش هتفتح الدريكسيون، مش هتيجي تفتح الحنفية عندك في البيت تلاقي نفسك بتعمل مش معقول يعني، هتقعد ده مش عيشة يعني. صح؟ والدريكسيون نفس الكلام، لو هو تقيل لوحده يعني العربية ممكن تكون نفسها بطيئة، لكن لو الدريكسيون نفسه انت عمال تحارب فيه مش هتعيش. فطبيعي الاكتيويتر بيكون اسرع شوية، وهنتكلم بقى يعني ايه اسرع وتقنين الكلام ده كله هنتكلم عليه لسه. اتفضل. البروسيس بتعمل ايه؟ انت هنا بتاخد قرار انك محتاج تغير الانجل بتاع العجل. ايه طريقتك؟ هل بتنزل بايدك تغير العجل؟ لا، طريقتك هي انك ايه؟ انك تحرك الدريكسيون. لما تحرك الدريكسيون ايه اول حاجه بتحصل؟ ان العجل بيلف معاك. ده اللي بيأثر على ده اللي بيخلي البروسيس تريسبوند وتبدا تغير البي في. لكن السؤال، وانا بحرك الدريكسيون كده، لو انا هنا بقول دي الزاويه بتاعت العجل ودي الزاوية اللي في دماغي، هل لما في دماغي طلع ان انا عايز احرك العجل 30 درجة يمين، هل في نفس اللحظة العجل اتحرك 30 درجة؟ لا طبعا، انا خدت وقت شوية عشان احرك الدريكسيون. الدريكسيون نفسه مش بيتحرك من زيرو. حتى لو قلت ان انا تخيلت ان انا حركت الدريكسيون من زيرو 30 النو تايم، حتى لو قلت كده العجل مش هيتحرك النو تايم. صح؟ يعني حتى لو قلت ايه ده انا سريع جدا، انا لهلوبة، انا رهوان، بمسك الدريكسيون بعمل كده النو تايم، العجل هيتحرك النو تايم؟ لا، هياخد ثانيه. يا سيدي الثانيه دي معناها ايه؟ ان ده ايه؟ دايناميك سيستم. فاضل ايه؟ فاضل الكنترولر. صح؟ احنا عمالين نتكلم ده دايناميك سيستم. يعني ايه دايناميك سيستم؟ للمره الرابعه ديسكرايب باي ايه؟ ديفرنشال ايكويشن. فاكرين الديفرنشال ايكويشنز درستوها؟ بتحلوها ازاي الديفرنشال ايكويشن؟ لابلاس ترانسفورم. كويس؟ فاضل ايه؟ ايه تاني از دايناميك سيستم؟ هل الكنترولر ده هل ستاتيك؟ هل ده يعني اللي وقع من قعر القفه يعني؟ هل ده اللي هيفكر ستاتيك؟ لا، حتى ده لما نيجي نتكلم عنه هنلاقيه ايه؟ دايناميك سيستم. كويس؟ يبقى ده دايناميك سيستم عظيم. يبقى اللوب دي كلها بيسموها ايه؟ دايناميك سيستم، وبيسموها كلوزد لوب. ليه كلوزد لوب؟ عشان هي لوب مقفوله كده اهي. يسموها في الكتب يسموها كلوزد لوب كنترول او فيدباك لوب. ثانيه، خد بالك بقى من حاجه، انتوا عافرتوا عافرتوا في الماثيماتكس عشان تحل ديفرنشال ايكويشن واحده. انا هنا عندي مهرجان ديفرنشال ايكويشنز 1 2 3 4 واللوب كلها تطلع ديفرنشال ايكويشن. فانا عندي مصيبه فعلا دلوقتي عشان ابتدي ابروتش الساينس اللي اسمه كنترول. ده في ساينس كامل اسمه كنترول. زي كده تروح تجيب له كتاب كده زي ايروسبيس انجينيرنج، تلاقي كتب اسمه كنترول انجينيرنج. طيب انا دلوقتي عندي اول صدمه خدناها ان انا عندي في اللوب دي عندي 4 ديفرنشال ايكويشنز. فانا يعني عشان ابقى ايه اشتغل كنترول انا هضطر شكلي كده اتعامل مع حاجات مقرفه كتير وماثيماتكس كتير. هنشوف ان الدنيا بتبقى ابسط بكتير جدا من الماثيماتكس اللي درسناها قبل كده. كان عندك سؤال ليه؟ ايه
ما هو فيش حاجه في الحقيقه ستاتيك. صح باشمهندس بيقول لي ليه بنقارن بين الديناميك؟ ما فيش حاجه في الحقيقه بالنسبه للريال تايم بتاعي، ما فيش حاجه في الحقيقه ستاتيك. صح، بس احنا درسنا ستاتيك كتير قوي، ستاتيك ماثيماتكس، كل الالجبرا، تمام، كل ده انت بتعمل تحل معادلات، عمال تدرس كوادراتيك ايكويشن، واي بتساوي اكس سكوير بيبقى كده واي اكس كيوب، دي كلها ستاتيك ايكويشنز، تمام. فانا عايز ابعدك شويه وهسالك اسئله. المشكله في الكنترول، المشكله في الكنترول، مش في مشكلتين في الكنترول، بلاش تقول مش في مشكلتين في الكنترول. اول حاجه الماثيماتكس اللي هي زي ما احنا شايفين في ديفرنشال ايكويشنز كتير قوي في القصه دي. الحاجه الثانيه هاو، ودي مصيبه بقى، هاو دو اي ريليت الكلام دوت للاندستري للحقيقه. فانا عشان كده كل شويه بقول لك دي عباره عن دايناميك سيستم. يعني ايه دايناميك سيستم؟ وات دو يو اكسبكت؟ مصيبه. وات دو يو اكسبكت دي مصيبه. يعني لو قلت لك، لو انت بتكلمني بالتليفون وقلت لي يا دكتور انا شفت حضرتك، معلش يا دكتور انا خايف عليك، انت سايق على 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 سرعه كام دلوقتي؟ قلت لك انا دايس بنزين 50%، اقول لك انا دايس بنزين 50%، دايس بنزين 50%، يعني ايه سرعه العربيه كام؟ ما اعرفش. ليه؟ ممكن اكون دايس بنزين 50%، ممكن اكون دايس بنزين 50% والعربيه واقفه. ليه العربيه واقفه؟ انا واقف على مطلع كده، واقف على مطلع كده، فانا 50% مجرد بس مثبتاي العربيه، او لسه هتحرك فدوست ال 50% والعربيه ما اتحركتش. السرعه، مفيش سرعه. التايم بلايز ا فاكتور. فانا بحاول ابعدكم عن الاستاتيك ايكويشنز وخليك تفكر كل حاجه في الديناميك سيستم. مش كده كل شويه اقول لك دي دايناميك سيستم، فكر كده. وهسالكم كذا سؤال في المحاضره دلوقتي يعني، بس خلينا ناخد اللوب، في كذا لوب عايز اخلصهم قبل اخر المحاضره يعني. معايا يا جماعه؟ اللوب الثانيه الفيدباك لوب دي انتوا هتساعدوني فيها دلوقتي علشان نطلع الاربعه كومبوننتس والاربعه فاريبلز. اول دي تمبريتشر كنترول، انا عايز اكنترول التمبريتشر في المدرج ده. احنا في بلد برد، احنا في السويد، ان شاء الله في يوم من الايام كده نتقابل كلنا في السويد. احنا في السويد كويس، والجو برد والدنيا مطره وضلمه. رحت انا السويد من 20 سنه كده، فوصلت بالليل قوي، وصلت الساعه 9 مثلا. فكنت رايح برحله طويله، كنت مسافر من كندا للسويد، فدخلت خدت شاور، كنت في دورم بتاع الطلبه يعني، ونمت. الكلام ده كان الساعه 8 مثلا. كل شويه افتح الستاره، كل شويه لا افتح الستاره، هي نفس المنظر بره، نفس النور بره. يعني الدنيا فضلت الضوء بتاع المغرب ده، الضوء اللي هو انت تشوفه وقت المغرب عندنا، فضل من اول ما الدنيا، من اول ما الشمس روحت لغايه، من اول ما الشمس غربت يعني، لغايه ثاني يوم الصبح. ما كانش فيه ليل، فكره انك تشوف ليل الدنيا ضلمه دي ما شفتهاش، كان في الصيف يعني. ففضلت الدنيا فيها الضوء الخفيف ده بتاع المغرب لغايه ثاني يوم. انا كل شويه لا بفتح اقول لا ده في حاجة غلط، ده يعني مش عارف ايه ده، مش عارف الساعة كام. بقيت فهمت الموضوع، يفضلوا طول الليل النهار الضوء عندهم ضوء. طيب احنا في جو برد، خلينا نتكلم على الجو برد شوية. وعندنا تكييف، عندنا تدفئة في الأوضة. ايه التدفئة اللي في الأوضة؟ بتعمل ايه؟ عندنا جهاز اسمه ثيرموستات، حضرتك بتيجي تظبط الديزاير دوم تمبريتشر، وهو بيشوف درجة الحرارة الاكشوال تمبريتشر، وبعدين بيعمل ايه؟ بيقارن الاثنين ببعض. لو لقى الاكشوال روم تمبريتشر اقل يبقى محتاج يسخن، محتاج يدخل هواء سخن. فبيعمل ايه؟ بيترن اون ريلي. الريلي ده عباره عن ايه؟ الكتريكالي اوبريتد سويتش، حاجه بتوع باور شطار فيها اكتر مننا. هو عباره عن سويتش بس ايه؟ بنترن اون واوف بالالكتريستي. كويس قوي. فبيترن اون الريلي، الريلي بيترن بيدخل بيشغل الفرن، يقوم الفرن يطلع هواء سخن من فتحات التدفئه اللي في القاعه، ثم القاعة تبدأ تسخن. كويس؟ طب بعد شوية التمبريتشر هتزيد وتبقى ايه؟ فوق الديزاير ديت، يقوم يحصل ايه؟ الراجل ده يقارن مع الاكشوال، ما يقارن الاكشوال بالديزاير، يقوم يعمل ايه؟ يقفل الريلي. طيب لما يقفل الريلي يبتدي ايه؟ خلاص ياخد الفرن يقفل، ما فيش فيول داخل الفرن، الفرن ما يشتغلش،
بيدخل هواء عادي مش هواء سخن، مجرد بيدخل هواء عشان بس ايه السايكل الناس ما تتخنقش. عظيم. في الكلام القهاوي اللي انا حكيته ده ممكن نايدنتيفاي 4 كومبوننتس لللوب. ايه البروسيس؟ اول حاجه واهم حاجه البروسيس، ودي المشكله اللي عندنا كمهندسين كوميونيكيشنز، ان احنا مش فاهمين البروسيس قوي. البروسيس از نوت سيركت. البروسيس هنا عباره عن ايه؟ عمليه تدفئه القاعه. تمام. ممكن تقول لي عمليه تدفئه القاعه الاوبريشن، اتفقنا ان هي اما اوبريشن يا اما بيس اوف ماشينري. فعمليه تدفئه القاعه دي هي البروسيس بتاعتي. عظيم. ايه الكومبوننت الثانيه في اللوب؟ ايه السنسور؟ السنسور هو الثيرموستات، والكنترولر برضه هو الثيرموستات. اللي عمل الثيرموستات حط فيه الاثنين دول، حط فيه سنسور يقيس درجه الحراره، حط فيه سنسور يقيس درجه الحراره، وحط فيه شويه لوجيك يقارن الديزايرد روم تمبريتشر بالاكشوال روم تمبريتشر. ادي كده الكومبوننت الثانيه اللي هي السنسور. الثالثه كمان الكنترولر قلناها. الرابعه اللي هي ايه؟ الاكتيويتور. ايه الاكتيويتور؟ الريلي طبعا واضحه، الحاجه اللي انا باكت عليها. الكنترولر ده بيغير ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ بيسويتش الريلي اون واوف. فده الاكتيويتور. ادي الاربعه كومبوننتس، الاربعه فاريبلز اللي ببلوت اجينست تايم. هما ايه؟ البي في والست بوينت واللود والمانيبيوليتد فاريبل. ايه الاربعه فاريبلز؟ البي في اللي هو ايه؟ البروسيس فاريبل اللي هو ايه؟ اللي هو درجه حراره الاوضه، الاكشوال روم تمبريتشر. صح؟ ما ينفعش تقول لي التمبريتشر وخلاص. ليه ما ينفعش؟ لان في واحده اسمها تمبريتشر ثانيه. ما ينفعش ان انا ايه اكتفي بان انا يعني ايه اقول كلمه واكتفي كده. لا، في تمبريتشر ودي تمبريتشر. كويس. دي البي في، امال دي ايه؟ دي السيت بوينت. حضرتك ظبطت لي السيت بوينت على ايه؟ على اللي انت عايزه. صح. ادي كده اثنين فاريبلز. الثالث هو ايه؟ المانيبيوليتد فاريبل. هو ايه؟ ما ينفعش تقول لي ريلي، اقول لك بلوت الريلي اجينست تايم، هتقول هتقطع لي. ادي واحد ريلي، اثنين ريلي، ثلاثه ريلي، كل ثانيه هو نفس الريلي. عايز حاجه ثانيه؟ لا، هو الريلي بوزيشن. الريلي يا اما اون يا اما اوف، فبيتغير مع التايم. لكن الريلي وخلاص، هو الريلي بيتغير مع التايم؟ الريلي ده صورته، هو النهارده ربنا خلقه ريلي، بكره ريلي، هو هيفضل ريلي. لكن الريلي بوزيشن ده بيتغير مع التايم، ده المانيبيوليتد فاريبل بتاعي. كويس. فده كده المانيبيوليتد فاريبل. كويس، اتفضل. ممكن باشمهندس بيقول لي، الباشمهندس بيقول لي ليه ما ينفعش نقول المانيبيوليتد فاريبل هو السيجنال اللي هنا دي؟ صح؟ مش قصدك؟ ينفع. ما هي دي بتعبر عن الريلي بوزيشن، يعني هي دي اللي بتعبر عن. بس الفكره السيجنال اللي هنا ملهاش اسم. هتقول لي السيجنال يعني اللي راح للريلي، ماشي ينفع. بس يعني الاوقع ان انا اقول الريلي بوزيشن عشان بس على طول في دماغي اون اوف. تمام. لكن كلامك صح، هي السيجنال هنا. والصوره دي، الصوره دي مبينه سيجنال ثانيه مسمينها المانيبيوليتد فاريبل، اللي هي ايه؟ الفيول اللي داخل الفرن. الفيول اللي داخل الفرن هو مسميه هنا. الراجل ده بطل يشتغل الزر. اوكي، انا فهمت. الصورة دي ثانية واحدة، خليكم معايا بس. الصورة اللي هنا دي مهمة قوي. ليه؟ مبينة لي السيجنالز اللي بتكلم عليها، ان انا عايز
السيجنالز اللي انا بتكلم عليها اللي هي الروم تمبريتشر دي بنسميها كنترول فاريبل، ونسمي الفيول اللي رايح للفيول فلو اللي رايح للفيرنس بنسميه المانيبيوليتد فاريبل. اتيز برضو اوكي هو يناظر الريلي بوزيشن، لو الريلي اوف مفيش فيول، لو الريلي اون في فيول. عظيم. ثانيه واحده بس، في سؤالين انا واخد بالي كويس. هنا اول حاجه فين السيت بوينت؟ فين السيت بوينت؟ السيت بوينت الراجل ظبطها في الاكزامبل ده على 20، الراجل ظبطها على 20. طب ليه التمبريتشر بتزيد وتقل كده بالمنظر ده؟ علشان الكنترولر اللي هنا ده مبني بطريقه معينه بنسميه اون اوف كنترول. ايه الاون اوف كنترول ده؟ ان هو بيقارن الاون اوف كنترول ده بيعمل ايه؟ بسيط جدا، ما بيقارنش بالست بوينت، لا بيزود جاب فوق الست بوينت وجاب تحت الست بوينت. الجاب دي في الاكزامبل ده درجتين، ويقارن التمبريتشر ب 22، لقاها عدت 22 يعمل ايه؟ يترن اوف. بسيط قوي، الالجوريثم نفسه بسيط جدا. ينفع اطلب منك تكتب لي كود باي لانجوج؟ طبعا بسيط جدا، في الاخر هو بيبقى امبلمنتد بكود كل الكلام ده. طبعا عظيم كويس. لو البي في عدت السيت بوينت زائد جاب يترن اوف المانيبيوليتد فاريبل، يعني يخليه صفر، يخليه لو. طب لو التمبريتشر بدات تقل، ما خلاص مفيش هواء سخن، طبيعي يحصل ايه؟ التمبريتشر تقل، هتقل انستانتينيوس؟ هتقل فجاه؟ لا هتاخد وقت. ليه هتاخد وقت؟ عشان ده دايناميك سيستم، بعد وقت هتقل عن كام؟ هو عمال هنا يقارن، هو ما نامش، الكنترولر ما قفلش، الكنترولر في كل لحظه هنا بيقارن، بس بيقارن بايه؟ بالبي في بلس جاب وماينس جاب. لما تقل عن القيمه دي يعمل ايه؟ يقول ده التمبريتشر قلت عن 18، يوم يحصل ايه؟ يترن اون ريلي. الكلام ده شبه ايه؟ شبه البيوت عندنا التكييف. التكييف كلنا نقعد نقول، سمعت كلمه التكييف فصل في البيت قبل كده؟ يقول لك التكييف بيفصل او ما بيفصلش خالص، بيقعد شغال ما بيفصلش. يعني ايه بيفصل؟ هو التكييف بيشتغل بكنترول. التكييف جواه يونت صغيره جدا اسمه اون اوف كنترولر، بيشتغل بالطريقه دي. كويس قوي. ودي صوره للكنترولر اللي بيتحط في المستشفيات وفي المدرجات بره عشان تظبط درجه الحراره، تمام؟ وبيشتغل بالطريقه دي بالاون اوف كنترول. كويس قوي. قبل ما اكمل وقبل ما اخد السؤالين اللي كانوا موجودين، في فروق كبيره قوي بين الفيدباك لوب دي والفيدباك لوب اللي قبلها، فلازم نقف دلوقتي ثانيه هقول بس الفروق دي وبعد كده ارجع لسؤالك. الفروق دي مهمه قوي. هل هنا في بني ادم بيعمل الكنترولر؟ هل في واحد يقول اتيس تايم تو تيرن اوف ذا ريلي؟ فده بنسميه اوتوماتيك كنترول. ليه اوتوماتيك كنترول؟ عشان عندي الجوريثم وكل الكنترول بيدور على ايه. هل الكنترول، هل الساينس بتاع الكنترول بيتكلم على الهاردوير؟ بيتكلم على ازاي نعمل الكنترولر، نعمل مايكرو تشيب تعمل كنترولر، ولا نعمله سوفت وير؟ لو تكتبه سي ولا تكتبه سي بلس بلس؟ لا لا لا، كل الكنترول بيتكلم على الالجوريثم بيشتغل ازاي. فالالجوريثم هنا بسيط قوي، بيقارن البي في بقيم بالست بوينت زائد الجاب والست بوينت ماينس جاب، وياخد قرار بيزد على كده بس. فتيز ستيل اوتوماتيك كنترول، مفيش بني ادم. بينما في السواقه هنا دي كان في بني ادم، صح؟ فده بيسموه مانوال كنترول، وده بيسموه اوتوماتيك كنترول. فاحنا عرفنا يعني ايه مانوال وعرفنا يعني ايه اوتوماتيك. لما يكون مانوال معناه ايه؟ بني ادم هو اللي بياخد الاكشن. اوتوماتيك معناه ايه؟ معناه ان عندي الجوريثم بيريبليس البني ادم. طب واللي احنا هندرسه هيبقى ايه؟ هندرس المانوال كنترول ولا اوتوماتيك كنترول؟ اكيد اوتوماتيك طبعا. هل انا انترستد ان انا انالايز ان انا
انالايز عم جبريل وهو بيسوق العربيه، بيسوق العربيه ازاي؟ هل انا انالايز يعني هو بقى ادرس سواقه كل واحد مثلا؟ ولا في المانيوال بالنسبه لي بني ادم ممكن يعك ونرفده وممكن يبقى شاطر قوي ونحافظ عليه ماشي، بس في الاخر التكنولوجي دلوقتي ادتني ايه؟ ادتني فرصه ان انا اشيل الهيومن اليمنت ده واحط مكانه انتليجنس اسمه اوتوماتيك كنترول. عظيم، ده اسمه اوتوماتيك كنترول. هل كده عرفنا يعني ايه مانيوال يعني ايه اوتوماتيك؟ هل العربيه هنا في الاكزامبل بتاع العربيه ده الدريكسيون بتاعي كان اون اوف بس؟ ده احنا بنتكلم قلنا ايه، ممكن يبقى 5% ممكن يبقى 10% ممكن يكون ماينس 30% صح. It is an analog variable. يعني ايه analog variable؟ It can take all the values اللي في الدومين بتاعي. كويس؟ طب بينما ده ماله؟ المانيبيوليتد variable بتاعي او الاكتيويتر بتاعي ماله؟ on off. طب نسميه ايه؟ بنسميه on off control. فاحنا كده عرفنا ان في حاجة اسمها analog control وحاجة اسمها on off control. كويس؟ ده فرق تاني. طيب كان في حد عنده سؤال؟ اتفضل. كان في حد عنده سؤال هنا برضو؟ جاوب كويس، اتفضل. علي صوتك بس. معلش يا جماعه عشان اسمع، وطي صوتك شويه بس، اتفضل. مش نفس الحاجه. الباشمهندسه بتسالني بتقول لي الاكتيويتر والمانيبيوليتد فاريبل ليهم علاقه ببعض؟ الاجابه بس مش نفس الحاجه. بصي على الصوره دي، الجنرال كرايتيريا بتاعتي هنا المانيبيوليتد فاريبل هو الحاجه السيجنال اللي راحه من الكنترولر للاكتيويتر. ممكن حد يجي يقول لي ايه، طب انا السيجنال اللي هنا ينفع اعتبرها المانيبيوليتد فاريبل؟ ينفع، هي اللي هنا قريبه جدا من اللي هنا، قريبه جدا. الفرق بينهم ايه؟ الداينامكس بتاعه الاكتيويتر، يعني دي ابطا من دي سنه صغيره، لان بتاخد وقت. اتفقنا انا بحرك الدريكسيون كده صح، العجل مش هيلف النو تايم، هياخد ثانيه. فلو قلت الانجل، لو قلت لي الزاويه بتاعت العجل هي معلش يا جماعه الناس اللي ورا عشان بس الدوشه ثانيه، لو قلت لي هنا الانجل بتاع الدريكسيون هي المانيبيوليتد فاريبل صح، لو قلت لي الانجل بتاعت العجل هي المانيبيوليتد فاريبل برضه صح. بينما هما في البلوك دايجرام ده واحد فيهم هنا والتاني هنا صح، في فرق بينهم بس فرق بسيط قوي، الفرق اللي هو الداينامكس بتاعت الاكتيويتر. والداينامكس بتاعت الاكتيويتر بتتعامل، الاكتيويتر ده بيتعامل ولا بيكون جاي من الفضاء الخارجي؟ يعني بنصنعه وبنعمله في مصنع. الترمومتر ده مش الترمومتر، قصدي الدريكسيون مثلا، الدريكسيون الفالف مش بنعمله؟ فاحنا نقدر نخليه as fast as possible. فده الهدف، الاجابه على سؤالك ان المانيبيوليتد فاريبل طبعا ليها علاقه بالاكتيويتر بس ما هماش نفس الحاجه، ده اوبجكت وده فاريبل بيتغير مع التايم. انا ممكن اعتبره هنا ممكن، وممكن اقول ده برضو المانيبيوليتد فاريبل. بس خلينا نتفق يعني ان هي ايه الفروق بينهم، ايه الفرق بينهم، ايه ده ابطا من ده، حاجه بسيطه قوي. هنسمي ده مانيبيوليتد فاريبل وهنسمي ده مانيبيوليتد فاريبل برضو، ومش هنخسر بعض على النقطه ديت. بس لازم نبقى فاهمين الفرق ان في ان ده بيتاخر ابطا من ده شويه. ليه ابطا من ده شويه؟ عشان في داينامكس هنا. يعني ايه في داينامكس؟ كلمه في داينامكس يعني ايه؟ يعني في حاجه لازم تفتح، في حاجه فولف لازم يفتح. يعني انا خدت قرار ان انا افتح الحنفيه، مديت ايدي بسرعه جدا ولفيت ايدي، هل الحنفيه فتحت النو تايم؟ الحنفيه اكيد برضو خدت ثانيه عشان تفتح. بينما لو بقول السيجنال اللي خرجت من عقلي ان هي هنا، دي خدت قرار ان انا افتح 30% على طول. بينما هل معقول الحنفيه فتحت النو تايم؟ لا، في ثانيه مثلا. اوكي ماشي يا جماعه، اتفضل. السيت بوينت هنا مش رينج، السيت بوينت هنا فاليو في النص. الكنترولر
هل التكييف بيسألك أضيف قد إيه فوق وتحت؟ لا صح؟ التكييف في بيوتنا هو بياخد منك السيت بوينت ومن نفسه بيضحك عليك ويغير لك البي في كده اهو حوالين السيت بوينت. تمام؟ ده دايما اسوشيتد مع ايه؟ مع الاون اوف كنترول. دايما اسوشيتد مع الاون اوف كنترول. هو السؤال يعني الكنترول احنا بنحاول ايه؟ بنحاول نعمل ايه في الكنترول؟ بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول اخلي البي في as close as possible للست بوينت، صح ولا لا؟ ده كل الساينس على الكنترول اهو. انا هنا بحاول اخلي البي في ده قريب للست بوينت. الراجل ده هدفه يخلي الاكشوال دايركشن اوف ترافل قريب جدا للست بوينت اللي في عقله. طب هو كده قريب؟ هو ده قريب؟ ده بيفلكتويت بالمنظر ده صح، بس ده فيري اكسبتابل. ليه فيري اكسبتابل؟ عشان واحنا قاعدين في الاوضه لو انت ظابط درجه حراره على 20، جسمك جسم البني ادم بياخد وقت عشان يحس بدرجه حراره. يعني لو درجه حراره نزلت 18 وطلعت تاني لمده ثانيتين، فكر فيها كده. لو احنا قاعدين في الاوضه دي وحصل ان درجه حراره نزلت وطلعت تاني بسرعه قوي، مش هتلحق تحس بحاجه. جسم البني ادم بياخد وقت. ثانيا درجة الحرارة نفسها بتقل جراديولي وبتطلع جراديولي، كويس؟ فهو بيستغل الكلام ده، بيستغل ان البني ادم تولرنت، لان انا مش لازم درجة الحرارة. يعني لو قلت لي بص، وبتشوف ناس كده يقول لك انا كل شويه انا اتحريت، التكييف مظبوط على كام؟ 24 او 23. قلت لا انا اتحريت، هات الريموت. وانا بقاعد معاه اللي هو ايه، اصبر بس، ما هو التكييف فصل. فهو اصبر، اديله ثانيتين هيشتغل. يعني ايه فصل؟ يعني درجه الحراره اللي انت ظابطها هنا على 20، تمام، درجه الحراره الاكشوال مش هتبقى 20 طول اول ذا تايم، هتزيد شويه وتقل شويه. فما تبقاش انت قاعد بقى ايه اريتابل كل شويه، هات الريموت. انت المفروض تبقى فاهم كنترول، المفروض تبقى فاهم ان انت السيجنال بتاعتك بتزيد وبتقل، كويس. البني ادم المفروض يبقى تولرنت الطبيعي يعني. فبالتالي ايه اللي يحصل؟ درجه حراره لما تزيد او لما تقل، كويس، في الرينج ده، انت قاعد في المحاضره دلوقتي ممكن درجه الحراره تكون اتغيرت جراديولي من اول ما دخلنا وقفلنا لغايه دلوقتي، وانت ستيل توليريتنج اللي بيحصل. طالما هي في الرينج ده، انت مش قاعد بتقول لازم تكون درجه حراره 20، لا، اوكي. فالنوع ده من الكنترول اللي انا بدي رينج وباكسبت الفاريشن بتاع البي في ويزن الرينج ده، النوع ده دايما اسوشيتد مع ايه؟ مع الاون اوف. ليه اسوشيتد مع الاون اوف؟ عشان انا اصلا ما عنديش مانيبيوليشن جامد قوي، ده يا اون يا اوف. فانا مختار كده، لان هو كان صعب في التكييف اللي في البيوت، يعني ان هم يجيبوا لنا تكييف محترم شويه يطلع هواء بدرجة حرارة مختلفة، يبرد الهواء حسب درجة الحرارة انت عايزها. لا، ما كانش صعب يعني، بس مش مستاهلة. ليه يحط الكومبليكيشنز دي ويدفعك فلوس اكتر ومحدش هيدفعها؟ محدش يرضى يدفع، يقول لك انا بحافظ لك على درجة الحرارة على 24 درجة مئوية بالظبط، هتدفع 20,000 جنيه مقابل التكييف ده، بينما ممكن تروح تشتري التكييف بتاع الاون اوف كنترول ده ب 10,000. كل الناس هتشتري التكييف بتاع الاون اوف كنترول، محدش عايز درجة الحرارة ثابتة على ايه؟ على 20 بالملي. جسمي مش هحس بالفرق دي. ماشي يا جماعة؟ اتفضل علي صوتك بس. وانت ايه؟ وانا بايدنتيفاي البروسيس مهم قوي ان انا اتاكد ان البروسيس دي الفاريبل اللي مهم بينتج عنها، تمام. الفاريبل المهم هو البروسيس فاريبل. فالبروسيس بتاعتي هنا هي كانت عمليه تدفئه القاعه، فالفاريبل المهم كان ايه؟ كان درجه حراره القاعه.
لو حد قال لي دي البروسيس بتاعتي هي هي الفرن، هل الفرن هو البروسيس؟ هل انا عايز الفرن يشتغل بطريقه معينه؟ لا، انا يهمني ايه العمليه بتاعه تدفئه القاعه، تمام؟ هي دي اللي تهمني. الفرن ده حاجه في السكه. انا قلت في اكزامبل معين البروسيس هتبقى بيس اوف ماشينري. لو انت عايز تقول لي انها هنا بيس اوف ماشينري الفرن، طب كويس. لو انا سرقت الفرن وروحت بيه بيتي، اوكي، في البيت بقى انا هعمل كنترول على البروسيس. ما هي بتقول لي انت كده خدت البروسيس معايا، انا سرقت الفرن وخدت ورحت البيت، كويس. هل في البيت بقى محتاج اعمل كنترول على الفرن ده؟ لا. هل انتوا هنا او الناس اللي في القاعه لسه محتاجين يعملوا كنترول على البروسيس؟ لسه. طب مفيش فرن، هيضطروا بقى يعملوا ايه؟ يحرقوا نار. هو لسه محتاج يعمل كنترول، لان لسه الناس هتموت في البرد. يعني احنا في الاكزامبل ده مفيش بيس اوف ماشينري. في الاكزامبل ده مفيش، البروسيس از نوت ا بيس اوف ماشينري. البروسيس هي الاوبريشن بتاع تدفئه الاوضه. فمش كل اكزامبل، هقول لك فين البيس اوف ماشينري. لا، انا في كل اكزامبل هقول لك فين البروسيس. هنا في ماشين اسمها الفرنس، صح؟ بس انا ممكن الغي الفرنس واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه فحم وعود كبريت، واقول لك بص هنشتغل مؤقتا بدي. يو ستيل نيد تو كنترول الروم تمبريتشر، اقول لها هموت من برد. هنخلي بقى واحد يقف قدام الفوق، يقف قدام الفرن ده ويرمي خشب. انا سرقت الفرن ده، طب هنموت ازاي؟ نحافظ ان احنا ما نموتش بالبرد؟ هنجيب باشمهندسه من دور الصف الاول تقف قدام ال البتاعة دي، الدفاية دي، وترمي كل شوية خشبة. يبقى ستيل انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احافظ على درجة حرارة الاوضة على رينج مناسب ليا. اتفضل. اللودز ما اتكلمناش على الفاريبل الرابع، كويس؟ لما تقول لي الفيرنس از لود فاريبل، الفيرنس ربنا خلقه فيرنس، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ايه؟ بشاورة. ارسمها لي اجينست تايم، ارسمها لي اجينست تايم، اقعد كده ارسمها لي اجينست تايم لو سمحت. ينفع اطلب منك كده؟ فلما تقول لي فيرنس اجينست تايم هتبقى مبسوط قوي. ادي واحد فيرنس، اثنين فيرنس، ثلاثه فيرنس، يا سلام، عايز فول مارك، مظبوط. لكن اللود ده حاجه بتتغير مع التايم. ايه اللودز يا جماعه في الاكزامبل ده؟ ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على درجه حراره الاوضه دي، القاعه دي؟ كذا حاجه. اول حاجه الابواب المفتوحه والشبابيك المفتوحه. لو واحد فتح الابواب كلها فجاه درجه الحراره هنا، لو فرضنا ان انا في بلد برد، هتقل. طيب ايه تاني؟ عدد الناس اللي في الاوضه، لو في 50 واحد خرجوا من الاوضه غير لو 50 واحد دخلوا من الاوضه. ايه كمان؟ اللي كانت 2 لودز، ايه كمان؟ درجه الحراره بره، درجه الحراره بره. لو فجاه في عاصفه بره حصلت وبقت بره فيري كولد، هتأثر عليا هنا، تمام؟ كل ده كويس، كل دي عبارة عن لودز عندي. طيب الاكزامبل الثالث، ونبدأ ندخل في حاجة. اتفضل. الباشمهندس بيقول لي مش ممكن اعتبر التكييف نفسه هو بيس اوف ماشينري. ممكن صوت، لا صوت، يعني مش قصدي صوت. ايوه انت عايز ايه يعني؟ انا مش بجيب لك السؤال، مش الكنترول از نوت اباوت ايدنتيفاينج بيس اوف ماشينري. يعني بمعنى تاني، عندي تكييف، عندي ثيرموستات، كويس. اي نيد تو ايدنتيفاي فور كومبوننتس: بروسيس، اكتيويتور، سنسور، كنترولر. في واحده فيهم، في اي واحده فيهم اسمها بيس اوف ماشينري؟ فاهم قصدي؟ فانا اللي يهمني، اللي يهمني هم الاربعه دول، الاربعه دول، دول اللي يهموني. والبلوك دياجرام ده بعد شويه المحاضره الجايه هنبدا نتكلم بيه، انه هنقلبه ماثيماتكس، ونبدا ناناليز كل واحد من دول، ونبدا نتكلم على لابلاس ترانسفورم. وهتلاقوا نفسكم بتلاقوا الموضوع ابسط بكتير جدا، ابسط بكتير جدا ما انتم متوقعين. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انتم المفروض درستوا لابلاس ترانسفورم
في السنوات اللي فاتت، فانا هاخد منه الحاجات اللي انا عايزها، بس هاخد منه الحاجات اللي انا اللي انتوا عشان كده خدتوا ترم كامل تقعدوا لابلاس ترانسفورم. طيب هنبتدي ناخد اكزامبل ليه علاقه، في تو اكزامبلز ظراف قوي ليهم علاقه بالاندستري شويه، في تو اكزامبلز ليهم علاقه بالاندستري انا عايز اخلصهم دلوقتي. ليفل كنترول، انا عايز احافظ على الليفل في التانك ده عند حاجه معينه عشان الميه ما تزيدش ويحصل اوفر فلو تبقى مصيبه، او تقل قوي وتبقى مصيبه تانية. كويس، فانا جايب بني ادم بيفتح الفالف، بيفتح الفالف ده عشان يحافظ وعينه بتبص على الليفل. ايه البروسيس، ايه البروسيس؟ ممكن اقول التانك، وممكن اقول ايه، ممكن اقول الاوبريشن بتاع فيلينج التانك، ممكن اقول الاوبريشن بتاع مش الليفل، الليفل از ا فاريبل يو كان بلوت اجينست تايم. كويس، فالبروسيس هي التانك او فيلينج التانك. الاوبريشن اهو عندك هنا اكزامبل بيس اوف ماشينري، تسميها بيس اوف ماشينري يبقى التانك، او اسميه فيلينج، الاوبريشن بتاع فيلينج التانك. ماشي، ادي البروسيس. السنسور عينيا، الكنترولر عقلي، مانيوال ولا اوتوماتيك كنترول؟ مانيوال طبعا. كويس، الاكتويتر هو ايه؟ هو الفالف اللي في مصر لما وصل مصر بقى يسموه ايه؟ حد عارف الحكايه دي؟ لما الفالف وصل مصر بقى يسموه ايه؟ البلف. قعدت سنين اول ما اشتغلت في الفيلد دوت كنت اروح اي سايت، كلمه سايت دي معناها باور بلانت، اويل اند جاز اندستري، كنت بروح اي سايت بشتغل كمهندس كنترول عادي خالص. فالاوبريتورز والمهندسين الكنترول والمهندسين الاوتوميشن اللي معايا في السايت يعني يقولوا لي ايه، افتح البلف، اقفل البلف، او البلف كذا، البلف مش عارف كذا، وانا مصمم انا بقول لا افتح الفالف. انا قلت انا جوه نفسي قلت انا مش هقول البلف دي مش عاجباني، هقول له افتح الفالف، اقفل الفالف، افتحه 10%. بعد سنه وشويه كده خلاص اي جيف اب، قلت خلاص بقى مش هقعد بقى ايه يعني بتنك عليهم بقى يعني، فقلت خلاص بقى انا هكلمهم باللغه بتاعتهم. فجاي مره في سايت فبقول للمهندس ايه، بشاور له على مجموعه فالفز كده في رسمه يعني قدامنا على الكمبيوتر، بقول له هي البلفات دي مقفوله؟ فبص لي كده وقال لي ايه، بلفات بلوف يا دكتور. فقلت له شكرا شكرا، يعني الراجل عايز يعني يقول لي ايه انت متعلم بقى وبتاع الجامعه ومش عارف تقول بلوف. طيب كويس، فاضل ايه هنا؟ احنا قلنا السنسور والكنترولر، الرابعه ايه؟ الاكتيويتر قلناها خلاص اللي هو الفالف. خلصنا الكومبوننتس ماشي، الاربعه فاريبلز هما ايه؟ الاول قبل ما اكمل على الفاريبلز يعني، هل ده اون اوف كنترول ولا انالوج كنترول؟ الفالف ده، الفالف ده في دركسيون هنا هو عمال افتحه، ممكن افتحه 0% يبقى مقفول خالص، وممكن افتحه 10%، ممكن افتحه 50%، ممكن افتحه 100%. فايتس ان انالوج فاريبل، يعني الاوبننج بتاعته كان تيك سام فاليو من 0% ل 100%. عظيم. ايه كمان الاربعه فاريبلز المهمين هم ايه بقى؟ ايه البروسيس فاريبل؟ الليفل طبعا، انا عايز الليفل. طب ايه السيت بوينت؟ سيت بوينت فين؟ علامه في النص، غالبا علامه في النص ماركت هنا على عشان جنب الويندو دي عشان الاوبريتور يقدر يحكم ان البي في على السيت بوينت. عظيم. ايه كمان الفاريبل التالت؟ مانيبيوليتد فاريبل هو ايه؟ مش زاويه الفالف قوي، لان هي برسنتج اوبننج بتاع الفالف. وي لاف ان نقول برسنتج ان كنترول، يعني في الكنترول برسنتج بتعبر عن ايه؟ 0% معناها ايه؟ معناها يور مانيبيوليتد فاريبل از ذا ليست بوسيبل. كويس، ال 50% اوبننج معناها يو ار ميد واي في النص، 100% معناها ايه؟ خلاص انت عامل كل اللي تقدر تعمله يعني. فالبرسنتج اوبننج هي المانيبيوليتد فاريبل بتاع الفالف. ايه كمان؟ احنا اتكلمنا اللودز بقى، ايه اللودز اللي ممكن تحصل؟ الفلو انبوت طبعا هو اللود. الفلو انبوت اكيد مش درجه الحراره. كويس، اكيد مش درجه الحراره، قلت لك درجه الحراره هنا فاريبل كلاسيفاي الفاريبل ده انسيجنيفيكانت يعني. تمام؟ فلو عندي، لو التانك ده مفتوح
لو التانك ده مفتوح وحد قال لي المطره ماشي ماشي يعني اي ويل اكسبت ات اظن هيكون يعني واحد بيهزر يعني لكن ماشي تانك مفتوح في المطره. البريشر بتاع الفلويد هنا الفلوين قصدك هو بالاخر بيترجم للفلوين يعني الاثنين البريشر بتاع الفلوين هو بيترجم في الاخر ان الفلوين زاد. اوكي طيب ده اكزامبل رقم 3. الاكزامبل الرابع ومهم هنا بيتكلم على ارتفيشال بانكرياس. الناس اللي عندهم سكر ده من اندستري ثانيه خالص بقى البايوميديكال. الناس اللي عندهم سكر تمام عندهم ديفايس موجود لو عملت جوجل وعملت سيرش عليها تلاقيه بالصوره دي اسمه ارتفيشال بانكرياس. عباره عن ايه؟ عباره عن انسولين بامب متثبته في جسمه تمام. والانسولين بامب دي واصله عنده حاجه اسمها سي جي اس كونتينوس جلوكوز سنسور. سنسور بيقيس نسبه السكر في الدم وبيزد على وبيبعت السيجنال دي وايرلس. خد بالك الدنيا اتغيرت خالص اهو ده بقى فيه وايرلس كوميونيكيشن. اي دونت كير في الكنترول وايرلس بسلك هيدروليك نيوماتيك لا لا مش قضيتي. انا قضيتي الالجوريثم اللي جوه هنا ده قضيتي كويس. السنسور ده بيبعت نسبة الجلوكوز في الدم لهاند هيلد ديفايس. قبل ما يكون في موبايل كان عندي هاند هيلد ديفايس مع شايله دايما البيشنت في جيبه بيرن الكنترول الجوريثم وبيقول للبامب دي تشتغل تطلع انسولين ولا لا. كويس تشتغل تطلع انسولين تقف تشتغل حسب ايه؟ حسب نسبة الجلوكوز في الدم. ايه البروسيس؟ البروسيس هي ممكن تقول جسم الانسان ممكن تقول ايه هي جسم الانسان عمليه ضبط الانسولين في جسم الانسان ماشي. كاوبريشن ممكن تقول عمليه اوبريشن بتاع ضبط الانسولين في جسم الانسان. لو عايز تقول بيس اوف ماشينري ماهوش ماشينري بس لو عايز تقول حاجه اوبجكت هو جسم الانسان. طب ايه السنسور اهو ديفايس ده كونتينوس جلوكوز سنسور. طب ايه الكنترولر هو الهاند هيلد ديفايس ده. ايه الاكتيويتر اللي هو الانسولين بامب تمام. كويس ادي كده اربعه كومبوننتس على الفيدباك لوب. ايه الفاريبلز؟ الفاريبلز اول حاجه البي في. البي في هو ايه؟ البي في هو نسبه الجلوكوز في الدم. طيب ايه السيت بوينت؟ حاجه هنا الدكتور ان شاء الله الدكتور مش الراجل مش البيشنت هو اللي بيلعب فيها. الدكتور مظبطها في الهاند هيلد ديفايس اللي هي النورمال شوجر ليفل في الدم صح مظبوط. ده السيت بوينت. فاضل ايه؟ المانيبيوليتد فاريبل هي البامب بتاعي. لو البامب دي بتشتغل اون اوف يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اون اوف كنترول. لو فرضنا ان البامب دي بتشتغل يعني انا ما اعرفش الحقيقه اي دونت اكسبلور الابلكيشن دي كتير. لو فرضنا ان البامب دي بتشتغل فاريبل سبيد يعني بتشتغل بلو سبيد وهاي سبيد وميديوم سبيد يبقى السبيد بتاع البامب مش هتفرق دلوقتي. بس الفكره كلها في الابلكيشن دي ايه؟ انها فروم توتالي ديفرنت اندستري بايوميديكال. اوكي اللي فات ده كان من حاجه بنسميها بروسيس اندستري تانك في سايت محطه كهرباء اويل اند جاز. واللي فات ده كان في حاجه بيسموها اتش في اي سي هيتنج فنتيليشن اند اير كونديشننج ديفرنت اندستري سو فار. اللودز هنا ايه؟ ايه اللودز؟ الاكل. لو راح ضرب له فطيرتين كل فطيره منهم مش عارف كام كالوري كويس وحبس مش عارف بايه والكلام ده وقشطه والحاجات الفظيعه بتاعتنا هيبوظ الدنيا خالص صح؟ الاكل هو اللودز بتاعي عظيم كويس. هل ده مانيوال كنترول ولا اوتوماتيك كنترول؟ مانيوال ولا اوتوماتيك يا شباب؟ اكيد اوتوماتيك. الكنترول الجوريثم راننج على بروسيسور هنا ما ينفعش مانيوال. ليه؟ مصيبه. ما ينفعش البيشنت من نفسه يقرر انا ليا مزاج لشويه انسولين يلا ما ينفعش تمام. لازم ده في الجوريثم بيقارن الجلوكوز نسبه الجلوكوز بالدم بايه؟ بست بوينت معينه ويقول البيشنت ده محتاج انسولين كويس. الاكزامبل ده اخر اكزامبل
تهيألي اخر اكزامبل في المحاضره في النهارده، بس مهم قوي. ليه بقى؟ عشان ده الاندستري اللي الكنترول كله بيتكلم عليها، او جزء كبير من الكنترول بيتكلم عليها. الاندستري دي اسمها البروسيس اندستري. ايه البروسيس اندستري دي؟ يعني المحطات الكهرباء، الاويل اند جاز سايتس، مصانع الورق، كل الاندستري، مصانع الستيل، مصانع الازاز، كل ده بي عندهم ديفايسز. ده عباره عن هيت اكسشينجر. ايه الهيت اكسشينجر ده؟ هيت اكسشينجر ده حاجه بسخن بيها فلويد جاي لي، اللي هو البروسيس ستريم ده، بتمبريتشر معينه تي، وجاي لي بفلو اف. بيدخل هنا، دي زي الامعاء، فاكرين الامعاء؟ عباره عن تيوبس كده ماشيه فوق. الامعاء دي بتتعرض للستيم، بتتعرض للبخار ده، ويطلع البخار بيفقد الستيم، بيفقد الحراره بتاعته هنا، ويطلع بيتكثف، بينما الفلو اللي داخل بيطلع سخن، ويسميه هيت ستريم. ده اسمه هيت اكسشينجر، وده السيمبل بتاعه. كويس. والحاجات المضحكه نفس الفكره بتاعت الاندستري في مصر. يعني في مصر محطات الكهرباء والسايتس الاويل اند جاز زي زهر، والسايتس بتاعت الريفاينريز والكلام ده كله، الترمينولوجي بالعربي اكتر منها بالانجلش. فالناس بتسمي كل، يعني مثلا لما كنت بروح السايتس دي الاقيهم بيقولوا لي بيت النار. بيت النار ده ايه؟ بيت النار ده يطلع ايه؟ يطلع الكومباشن تشامبر، اللي هو غرفه الاحتراق، يعني بيسموه بيت النار. طب سناسر، سناسر جامعه سنسو، بالظبط كده. فبدات انا يعني الماسوره بتليك، الماسوره بتليك دي معناها فيها ليكج. كويس. فالراجل ده بيسموه في مصر. بدات انا بقى ايه، احس ان انا بتكلم لغه تانية. فكنت بشاور للاوبريتور اقول له ده شغال، ما انا مش زهقت بقى، اعصابي تعبت، فاقول له ده شغال، يقول لي قصدك المبدل الحراري؟ اقول له الله ينور عليك، المبدل الحراري شغال؟ يقول لي شغال. مره على حكايه اللغه دي، مره اوبريتور بيقول لي بكره هنشتغل بقى، انا كنت رايح بشتغل كنترول مش بشتغل حاجه تانية يعني. فبيقول لي بكره بقى هنشتغل في المسخنات الواطيه. فانا قلت له ايه؟ قال لي المسخنات الواطيه. كنت عايز اقول له الله يحفظ مقامك، بس هي ايه المسخنات الواطيه؟ طلعت لو بريشر هيترز، مسخنات الواطيه لو بريشر هيتر، مسمينها كده، ما علينا يعني. طيب البروسيس هنا، انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز درجه الحراره بتاعت الفلو اللي خارج تكون درجه حراره معينه، اللي هي سيت بوينت. ده السيمبل للسنسور او الترانسميتر، بنسميه تمبريتشر ترانسميتر. تي تي از فور تمبريتشر ترانسميتر. وليه سموه ترانسميتر؟ عشان بيطلع الكتريك سيجنال بس. طيب ده سيمبل بتاع تمبريتشر كنترولر، عشان سموه تي سي. طيب هدفي ايه من اللوب دي؟ هدفي ان الفلو اللي خارج ده، الفلو اللي خارج بتاع ايه مش قضيتي، ممكن يكون بيوتين، ميثين، هيدروجين، مش قضيتي خالص. بس انا عايز درجه الحراره بتاعته التمبريتشر تكون ماتشنج سيت بوينت معينه. فالبروسيس بتاعتي هي ايه؟ انا عايز ايدنتيفاي الاربعه كومبوننتس اللي في اللوب. البروسيس هي ايه؟ ممكن اقول الهيت اكسشينجر على طول، بيس اوف ماشينري وراح دماغي، واضحه. وممكن اقول ايه؟ الاوبريشن بتاع تظبيط الهيتنج اللي بيطلع من الهيت اكسشينجر، ماشي برضو اوكي. الاسهل على طول ده الهيت اكسشينجر، يعني ده هيت اكسشينجر كنترول، بتلاقيه في الكتب اسمه كده هيت اكسشينجر كنترول. طيب ده البروسيس. فين السنسور؟ السنسور حاجه ثيرموكابل، وات ايفر، حاجه ديفايس متثبت بيقيس درجه الحراره اهو. فين الكنترولر؟ اهو الديفايس ده. فين الاكتويتر اللي هو السيمبل ده، اللي هو عباره عن فالف، بلف في مصر. كويس. الفالف ده هو الاكتويتر بتاعي، ادي الاربعه كومبوننتس بتوع اللوب. طيب فين السيجنالز؟ السيجنالز هم ايه؟ البي في ايه؟ البي في هي التمبريتشر اللي هي تي دي، درجه الحراره بتاعت الفلو اللي خارج. طيب فين السيت بوينت؟ اهي السيت بوينت جايه من الاوبريتور او جايه من المهندس، بيقول ان انا عايز اللوب دي ترن عند سيت بوينت معينه. طب فين المانيبيوليتد فاريبل؟ فتحه الفالف، بالظبط كده، البرسنتج اوبننج بتاع الفالف. طب ايه اللودز بقى؟
ايه اللودز؟ اديني لود فاريبل، في فاريبل ابلوت اجينست تايم، قول لي اللودز ايه. ها تيك لودز كتيره قوي، درجه الحراره بتاع الفلور اللي جاي، لو درجه الحراره بتاع الفلور اللي جاي زادت ايه اللي يحصل؟ التي هتزيد انستنتينيوس ولا بعد وقت؟ بعد وقت طبعا، احنا متفقين ان كل حاجه دايناميك. طيب الفلو ده لود ولا لا؟ لود برضه. ليه لود؟ لو قل قوي، لو الفلو ده قل قوي معناه ايه؟ معناه ان البارتكلز اللي جايه، الفلو اللي جايه بتقضي وقت اكتر جوه، صح؟ لما تقضي وقت اكتر جوه يحصل لها ايه؟ تسخن اكتر. يبقى كل ما حضرتك تقلل لي الفلو ده كل ما درجه الحراره هنا ايه؟ تزيد. والعكس لو زودت الفلو ده جامد يبقى البارتكلز بتاعت الفلو اللي داخله هنا يحصل لها ايه جوه؟ بتمشي بسرعه، تمشي بسرعه ما تلحقش تقعد، يبقى التسخين بتاعك كفاءته هتقل. ادي فاريبل تاني، اتنين لودز او ايه كمان؟ ايه لودز كمان عندي؟ التمبريتشر في السراوندنجز، ماشي. ايه كمان عندي؟ ممكن تقول لي الافشنسي، بس ده مع الوقت مع العمر. الافشنسي لا، ما التمبريتشر اللي بره ده فاكتور، السراوندنج تمبريتشر دي فاكتور، والافشنسي بتاع الهيتنج شينجر، ماشي. ايه كمان؟ الستيم ده، الستيم ده لو قلت لك البريشر بتاعه، لو جيت انا الستيم ده جاي منين؟ البخار ده جاي منين؟ جاي من الفضاء الخارجي؟ مش جاي من غلايه؟ جاي من بويلر، صح؟ لو جه واحد راح شاط البويلر، خبطه، قعد يتخانق مع البويلر، يعني قدام بويلر كده عمال يديله بوكس كل شويه يبوظ البويلر، معناه ايه؟ الستيم اللي جاي لي ده هيبتدي ايه؟ مفيش ستيم. البريشر بتاعه بيقل نتيجه ان في واحد واقف قدام بويلر عمال يخبط فيه، عمال بيقفله وعمال بيلعب. هو واقف عمال، انا يقول لك انا بتعلم البويلر وعمال عمال يلعب. يحصل ايه في الستيم ده؟ هنا البريشر بتاعه يروح. لما البريشر بتاعه يروح لنفس فتحه الفالف، لنفس فتحه الفالف، ايه اللي يحصل في الفلو هنا؟ يبتدي يقل. ده برضو لود عليا. كويس قوي. طيب تعالوا نرسم بقى سيجنال من دول. احنا كده خلصنا اربعه سيجنالز، تعالوا نجرب بقى نرسم حاجه مهمه لبتوع الكنترول. نرسم ان انت بتغير السيت بوينت. اسف، انت غيرت السيت بوينت. تعال نشوف انت غيرت السيت بوينت دلوقتي. انا كده بتكلم، عرفنا يعني ايه فيدباك لوب، كويس. بس قبل ما ادي الاكزامبل ده، دي اوتوماتيك كنترول ولا مانوال كنترول؟ اوتوماتيك طبعا. انا جايب ديفايس، الديفايس ده ممكن يكون جهاز وممكن يكون سوفت وير على الكمبيوتر. فانا جايب ديفايس الجوريثم بيعمل الجوب بتاع الكنترول ده. اون اوف كنترول ولا انالوج كنترول؟ انالوج طبعا. الفالف ده ممكن يكون 10%، ممكن يكون 15%، ممكن يكون 95% اوبن، بيتغير مع التايم. طيب تعالوا نشوف كده لو انا قررت اغير السيت بوينت. لو انا غيرت السيت بوينت اهي، دي الفلويد تمبريتشر، غيرت السيت بوينت، الكنترولر هيعمل ايه؟ هيبتدي يعمل ايه في الستيم؟ ممكن حضرتك تقول لي فكر كده معايا، التمبريتشر الستيم فلو هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل؟ اكيد هيزيد، صح؟ فالمفروض الكنترولر يزود الفلو بتاع الستيم لغايه ايه؟ لغايه ما الدنيا تنفجر، لغايه ما التمبريتشر هنا تقرب لايه؟ للسيت بوينت اهو. فتح الستيم، كويس، فتح الستيم والتمبريتشر قربت للسيت بوينت. حصل ان التمبريتشر زادت شويه عن السيت بوينت وبعدين قلت، ده اكسبتابل طالما ايه؟ طالما مش كتير. بس اللي احنا شفناه ده، اللي شايفينه ده فيري كاركترستيك للكنترول، يعني ايه؟ وارد قوي، وارد قوي ان البي في بتاعي يعدي السيت بوينت شويه ويرجع يقل عن السيت بوينت شويه وبعدين يثبت عليها، وارد جدا. وبنسمي ده ايه؟ بنسمي ده سيت بوينت ريسبونس، ريسبونس تو ا سيت بوينت تشينج. يعني التيست ده تيست للكنترولر. انا هنا عملت تيست للكنترولر، دوري انا كمهندس كنترول ايه؟ يعني ان انا اشغل الكنترولر، هو في حاجه ثانيه؟ كويس. فلما اشغل الكنترولر بغير السيت بوينت واشوف الالجوريثم هنا هيشتغل صح ولا لا.
فلما زودته سيت بوينت عاليه شويه فتح الفالف كويس، بدا الستيم فلو يزيد. اه لو حد قال لي بدل البرسنتج اوبننج، بدل البرسنتج اوبننج بتاع الفالف، لو حد قال لي الستيم فلو هو المانيبيوليتد فاريبل، وي كان اكسبت، وي كان اكسبت، يعني ممكن اكسبت. ليه؟ لان فتحه الفالف هنا تناظر الستيم فلو، طالما الايه، طالما البريشر ما بيلعبش، يعني طالما البريشر بتاعي بتاع الستيم ثابت، لو افترضنا البريشر ثابت فممكن اعتبر الستيم فلو ده هو ايه، هو المانيبيوليتد فاريبل بتاعي. يعني لو قلت لك ان فتحه الفالف 10% يو اكسبكت ان الفلو كام؟ اراوند 10%. لو قلت لك ان فتحه الفالف 100% يو اكسبكت ان الفلو كام؟ اراوند 100%. طالما البريشر مش بيتغير مصيبه، يعني لو البريشر بيتغير جامد يبقى الكلام ده ما ينفعش. يعني اللي انا عايز اقوله ايه هنا، اللي عايز اقوله انه الرسمه دي مبينه لي، اعتبر ان مبينه لي المانيبيوليتد فاريبل والبي في البروسيس فاريبل، اهم اثنين فاريبلز عندي مع السيت بوينت هو دي الكنترول. فانا عملت تيست للكنترول دلوقتي، ايه التيست اللي انا عملته؟ فتحت ال 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 زودت السيت بوينت شويه، زودت السيت بوينت شويه، بدا الستيم فلو يزيد نتيجه ان الكنترول فتح الفالف والتمبريتشر عدت السيت بوينت لغايه ما سبتت عليها. وهي بتقرب للسيت بوينت كان الراجل ده بيعمل ايه؟ كان الراجل ده بيقفل الستيم شويه، لاحظ ان هو لا انا كده اوفر هيتنج. طيب انا هعمل تيست تاني، معلش خليكم معايا في التيست ده. التيست التاني للكنترولر مهم قوي، اسمه لود تشينج. يعني ايه لود تشينج؟ حصل لود دلوقتي، حصل لود دلوقتي وانا شغال في الفيدباك لوب، في الكلوز لوب، معايا يا جماعه؟ وانا شغال في الكلوز لوب كنترول حصل حصل لود. ايه اللود اللي حصل؟ الفلويد فلو اللي هو ده قل، الفلويد فلو اللي هو ده قل اهو، نزل كده. وفرضنا انه نزل فجاه، هفترض انه نزل فجاه كده، يحصل ايه في الفلويد تمبريتشر؟ الفلويد تمبريتشر اللي هي انا واحده اللي هي هنا دي، كويس؟ لو مفيش كنترول، يعني ايه لو مفيش كنترول؟ يعني ايه لو مفيش كنترول؟ لو نو كنترول معناه ايه؟ معناها مش مانيوال، لا معناها مفيش كنترول. يعني انا سايب فتحه الفالف ده ثابته، لو سايب فتحه الفالف ده ثابته، في الكتب بيسموه اسم سخيف قوي، هتشوفوه في الكتب بيسموه اوبن لوب كنترول. كلمه اوبن لوب كنترول دي كلمه سخيفه قوي، انا بحب اسميها نو كنترول. اوبن لوب كنترول سهو، في الكنترول دايما كلمه لوب احنا بنحبها يعني. فاوبن لوب كنترول معناها نو كنترول، معناها انت سايب الفالف ده على فتحه ثابته وخلاص، ومستني الفرج او مستني الستر من ربنا سبحانه وتعالى. فلو انا سايب الفالف ده فتحه ثابته والفلو هنا قل، يحصل ايه في التمبريتشر؟ هتزيد، هتزيد وترجع تاني ولا هتزيد بس وخلاص؟ اهي زادت اهي وثبتت على حاجه تانيه. الستيم فلو اتغير؟ لا مفيش في ده كده، اي ام نو كنترول. طب لو انا شغلت بقى الكنترولر وعدت التست، وات دو يو اكسبكت؟ دو يو اكسبكت ان التمبريتشر لما يحصل ده تزيد ولا ما تزيدش خالص وتفضل على السيت بوينت؟ الطبيعي بتاعي ان التمبريتشر لازم تزيد في الاول، لازم تديفيت على السيت بوينت، يقوم الكنترول يقول اه ده في عندي ديفيشن، في عندي ديفيشن على السيت بوينت، وبيبدا يرياكت ويعمل ايه؟ لما يلاقي التمبريتشر تزيد يعمل ايه؟ يقلل الستيم، كويس اهو التمبريتشر بدات تزيد، راح مقلل الستيم، التمبريتشر بدات ترجع تاني. وتلاحظ برضو كيرف غريب، كيرف غريب، التمبريتشر بتزيد وبعدين رجعت تقل وبعدين زادت تاني. الله، هو ما كانش ينفع انها تنزل على السيت بوينت مره واحده؟ كان ينفع، بس كان لازم الراجل اللي بيديزاين الكنترولر يعمل شغل احسن من كده شويه. ديزاين بتاع الالجوريزم بتاع الكنترولر ده اللي شغلنا. اخر حاجه في السلايد دي بتقول لك ايه؟ بتوريك صوره الكنترولر ده اهي كديفايس مش كسوفت وير زي ما هو موجود دلوقتي. اهو كنترولر اهو من شركه الان برادلي، بس في ملحوظه هنا مهمه قوي. ده طبعا قديم من الخمسينات، الكلام ده كله دلوقتي بيتعمل سوفت وير. في ملحوظه هنا مهمه قوي، انه رغم ان هو اوتوماتيك كنترول، حاطين له سويتش انك ممكن تنقل هاند او مانيوال. اي اوتوماتيك كنترولر
اي اوتوماتيك كنترولر محطول له ايه، لازم في طريقه ان انا اسويتش تو مانيوال. لو اشتريت في يوم من الايام عربيه اوتونوماس كار، يو اكسبكت ان انت هتركب فيها ما ينفعش اوفر رايد؟ اكيد لا طبعا، اكيد يو كان اوفر رايد. نفس الكلام اي اوتوماتيك كنترولر في الاندستري بيكون عندي وقت ان انا ممكن اسويتش مانيوال واتدخل. ليه؟ الدنيا مش ماشيه زي ما انا عايز، انا مش شايف اللي عمل الالجوريثم شغاله كويس، تمام؟ انا شايف ان انا ممكن اعمل شغل احسن منه، انا شايف ان انا ممكن ريكفر. ده اسمه ايه التست ده؟ التست ده اسمه ايه؟ ده كان اسمه ايه وده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه سيت بوينت تشينج، ده ريسبونس لسيت بوينت تشينج، ده كان اسمه ايه؟ لود تشينج. فانا شايف لما حصل اللود ان انا ممكن ارجع التمبريتشر اسرع من المنظر ده، هسويتش مانوال وابدا اعمل ايه لما سويتش مانوال؟ ادعي ربنا لما سويتش مانوال اعمل ايه بعد كده؟ اغير الفالف بنفسي، ابدا افتح الفالف واقلل الفالف بنفسي، كويس؟ طيب معلش قبل ما اسيبكم ايه علاقه الكلام ده بينا؟ ايه علاقه الكلام بتاع محطات الكهرباء والكلام ده بينا؟ احنا مهندسين كوميونيكيشن صح؟ الكترونكس اند كوميونيكيشنز، القسم اسمه كده. ايه علاقه الكلام ده بينا؟ حدش جه في دماغه السؤال ده في المحاضره؟ كم واحد جه في دماغه السؤال ده في المحاضره؟ في ناس، انا مبسوط من الناس اللي بترفع ايديها لان ده السؤال المفروض يجي في دماغك يعني. في ناس بعد ما بدرس لهم سنتين، بعد ما درست لهم سنتين في الكليه هنا هم بيقولوا لي هو حضرتك متخرج من قسم باور؟ عشان بتكلم في حاجات الابلكيشن بتاعتها في محطات الكهرباء، اويل اند جاز اندستري، درونز. انا اشتغلت في حاجات بايوميديكال، جهاز بتاع التنفس الصناعي بتاع العيانين، عايزين يحافظوا على البريشر على سيت بوينت معينه. ايه علاقه الكلام ده بينا؟ احنا مهندسين الكترونكس كوميونيكيشنز. اتفضل. هو كلامك صح في نقطتين، بس النقطه الاولانيه القسم بتاعنا، انا لما كنت من زمان قوي لما كنت ادوك كده بعد ما اتخرجت من الجامعه، كنت كان لسه الانترنت بتبدا، فكنا نبعت يا دوبك كان لسه في ايميلز وقتها، يا دوبك كان لسه في ايميل، فكنا نبعت للجامعه بره ايميل نطلب منهم ايه؟ نطلب منهم عايزين الابلكيشن عشان اعمل جراديويت ستاديز في التخصص بتاعي، ويبعتوا لنا ابلكيشن. ما كانش في اونلاين ابلكيشن وقتها بقى، ما كانش في ويب اصلا، فكانوا يبعتوا لنا ظرف تخين كده فيه الابلكيشن نملاها. فانا كنت ابعت زي كل الناس وقتها اقول انا عايز اعمل جراديويت ستاديز في ايه؟ اكتب في ايه؟ كوميونيكيشنز صح؟ فكنت ابعت للجامعه على الايميل اقول لهم لو سمحتوا ابعتوا لي الابلكيشن عشان عايز اعمل جراديويت ستاديز في ايه؟ الكوميونيكيشنز. فجامعه منهم بعتوا لي ابلكيشن كده تخينه ببص عليها، لقيتهم باعتين لي الابلكيشن بتاعه ماس كوميونيكيشن اعلام. ما فهموش ايه اللي انا بعته ده، إيه انت عايز تعمل جراديويت ستاديز في الكوميونيكيشن؟ ايه الكوميونيكيشن دي؟ الله، امال كنت انا المفروض ابعت اقول ايه؟ كان المفروض ابعت اقول الكتريكال انجينيرنج. الله، هو احنا بس احنا مش الكتريكال انجينير، بس عاد بنسال ناس متخرجين من القسم ده هنا، انت كهرباء؟ قلت لا انا كوميونيكيشنز. طيب ماشي، يمكن مصر ادفانسد شويه في العلم، يمكن مصر وصلت لمرحله في العلم ان احنا قسمنا، يعني تعال نشوف الجامعات بره. جامعات بره اي عندهم الديبارتمنت واحده اسمها الكتريكال اند كمبيوتر انجينير، قسم واحد الطلبه بيدخلوا ويطلع منه اسمه الكتريكال انجينيرنج، اللي هو عندنا في مصر هنا قسم ثلاث اقسام وثلاث تخصصات مختلفه. طب ليه احنا كده في مصر؟ لونج ستوري شورت، عشان الدكاتره بيتخانقوا، الدكاتره بيجوا في الكود مجلس القسم يتخانقوا، يقول لك ايه؟ لا خلاص طالما بنتخانق نفضها، انا هاخد الرجاله بتوعي واعمل قسم جديد واسميه الكتريكال باور اند ماشينز، ويقدم طلب والكليه توافق عليه. يلا، لما انا كنت قدكم ما كانش في قسم كمبيوتر، وكان رئيس قسم الكمبيوتر مش عاجبه ان قسم اتصالات اسمه الكترونكس اند كوميونيكيشن بس كده، وبيتخانق مع ايه؟ مع
عايز يضيف قسم اسم الكمبيوتر لاسم القسم. قال لك لا انا مش لاعب مش لاعب، انا عايز اسم الكمبيوتر يعني الكترونكس اند كوميونيكيشنز. لا طب فين كمبيوتر؟ فقالوا له ما ينفعش نسميه اند كمبيوتر، ما ينفعش. قال خلاص يبقى انا هستقل عنكم واعمل جمهوريه الكمبيوتر المستقله، واخد الرجاله بتوعي واعمل قسم الكمبيوتر لوحدي. بنعمل كده كل شويه، بينما بره اهو دي فين الجامعه دي؟ في كندا. طب في جامعه ثانيه في كندا برضو، في جامعه ثالثه في امريكا اهو كويس، جامعه رابعه كل دي امريكا كويس، كل دي امريكا، كل دي امريكا. حد هيقول لي لا بص بقى شكلها كده انجلترا يمكن هي احنا ماشيين على نظام الانجليزي، الانجليزي يمكن هم اللي عندهم الكترونكس وكوميونيكيشنز. دي في امريكا، دي في امريكا برضو هارفارد كامبريدج انجلترا الكتريكال انجينيرنج. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان العالم الاندستري بره اكسبكتنج واحد بيتخرج اسمه الكتريكال انجينير، وي دونت مايند لو عندك تخصص لكوميونيكيشنز او تخصص لكمبيوتر مفيش مشكله ان كده، بس احنا وي اكسبكت ان في تايتل اسمه الكتريكال انجينير. كويس، اندر الامبريلا اللي اسمه الكتريكال انجينير ده محتاجين نشغل مهندسين في فيلد اسمه كنترول. دلوقتي لما قسمنا البلد بقى ثلاث اجزاء في مصر، بقى فيه باور والكترونكس والكوميونيكيشنز وبقى فيه كمبيوتر، لما نيجي نطلب مهندس كنترول، لما شركه زي اي بي بي، لما شركه زي ايكو باو، لما هانيول، لما فيشر روز ماونت، لما ام بي، لما شنايدر الكتريك، لما روكويل اوتوميشن، لما كل الشركات دي تطلب مهندس اوتوميشن او مهندس كنترول يفهم كنترول، ناخد من انه قسم؟ ناخد من باور؟ باور بيبقى متخرج في دماغه انه بتاع ماشينز وباور، برضو بياخد كورسات كنترول، بس هو بالنسبه له انا هعيش جوه محطه كهرباء. مهندس الكترونكس واتصالات يقول لك انا بتاع الكترونكس واتصالات. مهندس ميكانيكا بيدرس كنترول برضو، مهندس ميكانيكا بيدرس كنترول برضو، بس في دماغه ان دي حاجه ايه سنوية على جنب كده، زي عندنا في القسم برضو الناس بتتخرج ومعتبرها دي حاجة سنوية على جنب. مهندسين كيمياء بياخدوا كنترول برضو، بياخدوا برضو كنترول بس برضو في دماغه ان ده مش مينستريم بتاعي. فاحنا عندنا مشكلة دلوقتي ظريفة قوي. ايه المشكلة؟ الاندستري عايزة مهندس كنترول. نعمل كانوا في جامعات عملوا كده، بس ما انيل انيل، واخد بالك انت كل تخصص صغير، انت كل تخصص صغير بتعمل له قسم، ده ما ينفعش. انا كده خلصت المحاضره يا جماعه، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع